بسلاسم يا المزين. المزين بسلاسم. 250 اسمتهم القوي. بنك البحرين الدولي. بنك البحرين الدولي. بنك البحرين الدولي. الكلين كرم 210. عقارات الخليج. العقارات. عقارات الخليج. عزايم تشوف الوقفة لا تشلون تحجي شلون تحجي خليجيات ما تقبل هزايم وهزايم تشوف الوقفة لا تشلون تحجي شلون تحجي خليجيات ما تقبل هزايم هزايم بأي شيء يفوتك تسلم بأي شيء يفوتك تشجع لا يهمك لهم لايم لهم لايم بدش السوق وشلون وشلون نتعامل مع اللي عششوا في السوق دايم هذول كبار وشلون وشلون انت ناطح مع الفرسان اصحاب القسايم مدش السوق وشلون وشلون انت عامل مع اللي عششوا في السوق دايم هذول كبار وشلون وشلون انت ناطح مع الفرسان اصحاب القسايم ترى الفرسان دول ابتدوا اسمار وبشوية شجاع صاروا كبار كبار بعضهم كان ما عنده الا بيته الا بيته وباعه وابتدى بكم الف دينار ترى الفرسان دول ابتدوا اسمار وبشوية شجاع صاروا كبار كبار بعضهم كان ما عنده الا بيته الا بيته وباعه وابتدى بكم الف دينار تفرج شوف املاكه وحلاله تفرج شوف املاكه وحلاله اقل تقدير عند اليوم عند اليوم مليار غنايم يا هل الدير غنايم غنايم يا هل الدير غنايم ترى الدنيا فرص اصحى يا نايم ترى الدنيا فرص اصحى يا نايم ترى الدنيا فرص اصحى يا نايم يا فرص اصحى يا نايم ترى الدنيا فرص اصحى يا نايم ترى الدنيا فرص اصحى يا نايم ترى الدنيا فرص هلا بالخير متيلة هلا 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 فؤاد طيب حسال عني قال عني سلامتك احد اتصل سلامتك عمي عطنا شاي ان شاء الله بسرعه يلا يا جماعه الو نعم الو صخي هلا والله علي هلا والله وين فين انا بالسياره يلا اخوي علي ايش اخبار السوق يبوي اي سوق زش متفقين حنا البارح ولا نسيت لا اخوي ما نسيت عادي يلا يبوي ترى الساعه 12 الحين وقت الشغل يلا يلا انا ماني بعيد انا قريب منك بس يا اخوي علي ترى تو الناس الموظفين طلعتهم من الوحده وفوق مو يا عزيزي على ما تصير الساعه 1 للموظفين داشين السوق شوي قصدك داشين القرقور ها هذا انت عرفت يا اخوي علي علامك الله مسلطك على هالموظفين شايك على هالفقارة المساكين اللي على 10,020 مو يا غشيم هذول هم اللي حركون السوق ولا تنسى انهم زادوا بعد اي والله وانت صاد يا اخوي لا وبشرك بنك التسليف معطيهم على 20 على 10,000 دينار حق الترميم ايه اي فيها 20 25 مليون دينار رمم فيها جيوبنا يلا يلا جايك جايك يلا يبا هم بسرعه يلا هلا بلبكه
وصيتك. اي ابشر بخير يا رجال، ابشر بخير، ابشر بخير. صبحك الله خير. هلا 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 بدرويش، يا هلا وسهلا. الو قوه الابجر. هلا 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 بوتيله. صبحك الله بالخير. اي صباح الخير، الساعه 12 صباح الخير. والله اللي اتكل عليكم اردى منكم. اف هاي ذا العلم، وين اللي بيقعد مبكر وانا اللي بحرك السوق؟ يا رجال تو الناس، انت علامك مستعجل على رزقك. انت ظاهر متفق ويا الصخي، هو يقول تو الناس وانت تقول تو الناس، ما تقول لي يعني متى نشتغل. هو الصخي كلمك؟ كلمني من السياره هذا وياه. يلا زين عجله الحين اتصل فيه. يلا يبا همك. لا لا لا. الو نعم. الو هلا اديت. هلا 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 بالابجر. وجع قضيت اذني. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير، الساعه 12 نايف والله فراغه. اقول شلونك عقب البارح؟ انا زين. وانت زين؟ انا زين. ايه زين. هذا شيء شغلنا اليوم على سهم. اليوم على الصناعات عقب النقلب على دبي. ها رتبتوها؟ ايه مرتبه مثل العاده. شلون؟ اتفقت مع الاخ ابو حظين ننزل 4 من الجماعه يشترون. ايه وانت تشتري معهم. ها وحنا اللي نبيع. اوه خوش خوش. عاد تدري شلون يباي؟ ايه خلنا ننطر منصور يكون احسن. ترى زين انا جالس في مكتبي. توكل عارف. لا لا مع السلامه. طفوها خطفها للزيفا خطفها للزيفا. علوم التكلم. عمك. عمي بعده مايا. انا عمك بوتيله يا الاثول. عمك بحظن وينه؟ والله والله على ما اعتقد هو عند اجتماع. ايه؟ بس هو قال لي ايه؟ اي واحد يتصل فيك سجل ملاحظه. ايه؟ وانا الحين سجل. سجل ملاحظه ثور. سد بوي. يا حي الله هارون. الله يحييك عمي. شلونك هارون؟ بخير عساك بخير. ما حد اتصل فيني هارون. عمي وايد ناس، ولكن حسب توصياتك. اي كل واحد اتصل سجلت ملاحظه. كفو سبع هارون سبع. انا دائما اقول هارون سبع. نشوف من اللي اتصل فينا علشان ردنا اتصل فيهم. ها ملاحظة 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 وهم ملاحظة. يعني شنو هاي ملاحظة واللي حضرها هم ملاحظة؟ ها؟ ملاحظة. اي ملاحظة. اي عمي ها؟ في واحد اتصل ما تحكى كان اسجل ملاحظة. كفو كفو سبع هارون سبع قواك الله. انا ما عاد واحد يمر الساعة 8:30 مرني لي. يا عمي مر كان اسجل ملاحظة. سبع كفو كفو. هارون الله يهداك، عيست وانا علمت يا بعد شبدي. انا قايل لك اللي اتصل فيني سجل ملاحظه، مو كذي. سجل ملاحظه يعني اكتب اسمه رقم تلفونه علشان لقيت انا اتصل فيك، مو كذي. لكن شو اسوي فيك؟ لكن احمد ربك اللي الله قطك بسوق المناخ. والله والله وبالله لو بديره ثانيه كان حتى بالبواليع ما يشغلونك صدق. يلا يلا روح روح عطنا شاي. روح طيب قهوه. ها شربني على كيف الملح سوفي. الو نعم. الو نعم. الو نعم. هلا علي. هلا ابوي. شلونك؟ يا هلا ابوي. هلا ابو ديج. هلا والله هلا. شلونك يا ابو ديج؟ تمام. الابجر ايش سويت مع الربع؟ مثل ما اتفقنا يا اخوي. اي 4 من الجماعه نازلين وديت معهم. خوش. خوفك من الديج ولا الاربعه ما منهم خوف؟ لا لا تخاف من الديج، انا موصي عدل. خوش. ما قلت لي ابو حظين الكميه ايش كثر؟ الكميه خلوها من 500,000 وطالع. بواسطه؟ بواسطه دلالكم حبيبكم ابو بدر راعي القعدات والسمرات والسهرات وغيره بعد. يا الله ونعم والله ابو بدر. تسلم. بس يا اخوي ما تهدر 500,000 واجد. لا يا الابجر. النويتش لشافوا ان الكميات اللي تنباع بالسوق كبيره دزوا عمرهم اللي عندهم على 20,000 و30,000 دينار. أيه. وصار الطلب منهم وعززوا السهم. وانا اخوك
ويعان ويعان. اقول اخوي منصور خذ سؤال. نعم. الحين انت تبي تحرك التاسيس ولا الاكتتاب؟ التاسيس يا حبيبي، لا تنسى ان عندنا 200 مليون سهم تاسيس. لا خلينا ربعنا يشترون بحدود 5 ملايين سعر مناسب. معناها عززنا السهم. اوضح اكثر. لخلينا ربعنا اللي نزلناه من السوق يشترون بحدود 5 ملايين من 300 ل 350 فلس وبواسطة دلالنا ابو بدر، معناها عطينا السهم سعر صح. لو وصل السعر اللي نبيه حرقنا 50 60 مليون بواسطة دلالنا الثاني ابو حسين من التأسيس اللي عندنا صح. والبيع باللي هو من 300 ل 200 ل 150 ل 100 فلس هم رابحين. واضح؟ لكن عاد شلون؟ بواسطة الشركات بواسطة الناس اللي نزلناهم السوق علشان يحسوننا احنا اللي قاعدين نبيع يا علي. واضح؟ خوش. اقول يخسي ابليس عنك. انا ابوك هذه البيده. اقول ابو حظين. نعم. اخوي تقعد السوق يتحمل الكميات. اي يتحمل علي، لا تنسى ان عدد الموظفين اللي دشوا السوق وايد زادوا. اي صحيح. وعدد اخواننا العرب هم زادوا. اللي عنده وانيت باع ودش السوق. واللي عنده بكاله صفاها ودش السوق. لو ابشركم يا اخوان. واحد يشتغل بالمحاكم. يقول الله. الله الحريم اللي طالبين الطلاق من ريايلهم. شبول هونوا على البيوت، هونوا على الريايل، يا ابو الاعمال الحره، يا ابو المناخ. الله يجزيني بارد. حياها والله. اقول حتى لو شروا هنا على 50,000. اي شروا على 50,000 100,000 معناها صفينا الكميه اللي عندنا كلها. اها والحاله هذه سحبنا السيوله منهم وقضبناهم ورق. سلام على عقلك اللي عفط حق العقل الالكتروني. معناها يا اخوي ان السهم اللي طالع علينا ب 60 فلس تاسيس بالبيع راح يكون 300 فلس، يعني ربحنا صافي بالسهم الواحد 240 فلس. ما هو بسذاع. شذا يا ام حدجان. يا زين حظي زيناه. يا بدأ حشا حشا، ما احنا قاعدين نسوق المناخ، قاعدين نبسط هنود الحمر. يا اخوي علي. يا ابو تيله. بدها من عندك ولا الربع ما عليهم اتكال. توكعوا يلا. الو. نعم. الو ابو بدر. هلا عمي علي. اطلب للصناعات. صار كميه؟ كمية تقاطيع من 50 ل 100. لغاية؟ لغاية 5 ملايين. والسعر؟ السعر مع ارتفاع السوق. الصناعات؟ الصناعات ب 300، ب 300 الصناعات، الصناعات ب 300، ب 300 الصناعات. 310 و10 و20 و30 330 و40 340 310 و40 10 ما شرب هذا اليوم كل ساكت. يا رجال انا شارب 4 دنانير. يا رجال ما وصل 4 متر. شارب 4 دنانير؟ انا شارب 50. 350 الصناعات ب 350. اعتمد 100,000. صار من الشاري علي بوتيله. سجل بالي علي فرحان، البايع لاف ام الايمان والشاري علي بوتيله. شرينا ونشتري والخط مفتوح. الصناعات ب 350. ب 350 الصناعات. ب 340 الصناعات. ب 340 الصناعات. الصناعات ب 340. ب 340 الصناعات. 330 اعتمد مليونين. اعتمد سجل عندك. الشاري عبد الله عطيه والبايع صخ الديك. الصناعات ب 330. 320 اعتمد 3 ملايين. اعتمد الشاري علي سلطان والبايع منصور ابو حظين. الصناعات ب 320. 310. الله يهداك بس. تونا بايعنا ب 320. تبي ولا مع السلامه؟ الكبي ايش كثر؟ 5 ملايين. اعتمد الشاري ابو عذاب والبايع علي ابو تيله. الصناعات ب 310. ب 310 الصناعات. 290. الكمية ايش كثر؟ 10 ملايين. اعتمد الشاري الطاسه الذهبيه والبايع صخ الديج. الصناعات ب 290. ب 290 الصناعات. الطبيه. الصناعات. الطبيه ب 240. الطبيه. الطبيه ب 240. اشترك، الموضوع سهل، يا تويتر يا فيسبوك أو حتى من إيميلك. اسمك تعرفه، سجل، دش حسابك واستمتع بدون فواصل. تلي على الأندرويد والآيفون والموقع تلي.com. الله الله، روعة روعة في غاية الجمال. شنو هذا؟ شنو هو يا زهير؟ حلو لكنه غالي. يا
غير غالي. لا لا، 100 ألف حبتين. 100 ألف؟ 100 ألف غالي. ليش غالي؟ بعدين ما قلت لي هذا بلو وايت ولا وايت وايت؟ لا هذا عاد، هذا بلو وايت بلجيكي أصلي. بلو وايت بلجيكي أكيد أكيد. بس يا زهر لو تنزل شوية إيش دعوة؟ إيش هو؟ ينزل شوية ترى 100 ألف وايد يا زهر. لا مو وايد عمتي، عاد اعتبريه استثمار. اخذي مني هالسنة ب100 ألف، السنة الجاية أنا أخذه منك ب200 ألف. يبا هذا ترى مثل العقار، هذا الربح مضمون 100%. طيب الصدق يا زهير؟ اي نعم. هو شكله حلو طبعا، بس عساه يعجب منصور. عمي منصور؟ اي. لا ما عليك ما عليك، عمي منصور انسان طيب، وانت تستاهلين كل خير. ما ادري انا عمري دشيت عندكم هالبيت هذا وهو ما شراني شيء. ابد والله. شوف يا كرم، عمره طويل. والله يا رب والله عمر قوه نوره. عدال يبا عدال، كسرت انا بعين علامك يبا. سلم كسر ليولي عسى ما تعورت يبا. ما ادري عنه. ايش عنده زهير مبكر جاي من الصبح؟ انا ايش عندي؟ انا عندي نوادر للحبيب النادر. عمي انا عندي خاتم الماس. قلت والله حلفت والله قلت بذمتي والله ما حد ما حد يلبسه في الدنيا الا عمي ابو حظين. قص علي قص علي مثل العاده. قص علي. يلا خاتم بسوكي. خاتم انما قلت لك خاتم. شوفه والله خاتم انما فظيع. زين سمعه حلو حلو. خاتم بلوات بلجيكي هذا بعد. نفس اللي علي ولا لا؟ بس هذا احلى. هذا احلى. اي على شوف اذا يمشي مع الجوتي اشتري. لا ماشي. لا ملعون يلف العالم ويطلع لنا بهالفناتك. ما تقول لي منين جايب الخاتم الحلو هذا؟ الخاتم هذا طال عمرك جايبه من ولد هلاسي لاسي. ايش قلت لك انا؟ يلف العالم ويطلع هالطلعات. وين توالفه من جواهر ابو ثمينه؟ وين توالفت ويا يا زهير؟ بالمكسيك عمي هناك شفته. مكسيك؟ اي بالمكسيك. لا اي منصور هاوي ايش رايك بهالعق؟ والله كنا حلو 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 حلو. انت يا نوره انت ما ينقصد شيء، انت لو تعلقين تاوى برقبتك ايش حلوه. اللي انا لبسني ملوت هلا سلاسي، انت اكيد ملوت شجره الدر. يعني عجبك يا منصور؟ اي والله حلو. ابي ها ابي. تستاهلينه لكنه غالي شويه. يرخص لك 100 ألف بس. اعتمد هات البونه شوف. الظاهر سوق المناخ هذا ماخذ عدوى تموليه يا عمي. اي والله اعتمد هات البونه. تصدق على بالي عقارات الكويت. اي والله لو ما السوق يا زهير ان كان ما بعت شيء. علي مستين بالسوق. انا مستين بالسوق. استغفر الله يا عمي. بلا بلا لو ما السوق كان احنا ما بعنا شيء. حلو ها؟ الله اكبر. شنو هذا؟ زين ها؟ فظيع هذا. فظيع؟ روعه روعه. شنو هذا؟ شوف لنا شوف لنا مسباح بعد يمشي فيه هذا ها؟ مسباح مو ماشي ها؟ لا حلو زين روعه. لا شيء ها شيء ها روعه روعه كذي. وطير شاهين وانيت وقول كذي بالطير ها. فلا فلا هم لا حلو جميل الروعه بمنتهى الروعه بمنتهى الروعه عمتي. والله العظيم ان العقد هذا روعه عليك روعه. يا الملعون مو عني كلها كلها المدة على بالي عني يا زهير. ها هذا غزل ولا اعجاب؟ لا استغفر الله بالعكس هذا هذا اعجاب الاخ باخته شيء عادي. اي ترى انتم ملوت الذهب تخوفون حكيكم حلو مصفصف بس الحكي هذا ما يمشي علينا. الكلام لك يا جاره ها منصور. سبحان الله بعد واحنا لاهين بالسوق ها منصور. ايش قاعد تقول؟ حيل الله بعد طايحين له حب من ورانا ولا شيء يسوي البخيت. قولي له قولي له. قلت ليش ما تقول له انت اقرام؟ صاير انت ما تعرف منصور؟ شنو شنو؟ وي هذه سوالف زهير يعني. زهير اكيد يبي كرت زيارة. لا مو كرت زيارة. اقامة ولا اقامة اليوم. اي طالع بشيء جديد. شنو؟ يقول منصور منفع ناس وايد بالسوق الا انا. اي بهذا صدق صادق يعني صادق. يلا عاد يا زهير انا اللي علي سويته الباجي علي. تعال انت. نعم انت على الحكي وعلى هذه ايش عندك؟ يكون يعني انا الواسطه. انت الواسطه تامرين ايش تبينا نسوي له؟ عاد منصور ما تقصر. حاضر من عيوني الثنتين. دللي تامرين امر يا نوره. الحقيقه يا عمي نعم احنا يا اصحاب المجوهرات ترى لنا صولاتنا وجولاتنا. اي لكم. لكن عاد تدري عمي سوق المناخ مالكم هذا غطى على الاولي والتالي. اي شوي غطى. انا كنت اعرف ناس اول طايحين حظ. ايه. ناس ما يشوفون بيزه الحين صاروا اصحاب الملايين. اي صار. اي فانا قلت بعد انا هم بجرب. ما عليك من غيرك لا تحسد غيرك يا زهير. ايش تبي تقول؟ مو انا هم بجرب حظي بالسوق وبس. تشتغل؟ والله كان حاضرين يبا ايش كثر ناوي تشتغل؟ انا حاضر اشتغل لك. والله مثل ما اشتغلنا حق غيرك حالك حالهم. كم ناوي تشتغل؟ مليون مليونين ثلاثة؟ انا؟ نص مليون فتح الباب بس. نص مليون سنة الجاية خوش. نص مليون سنة الجاية 900 ألف خوش مبلغ. نعمة
زين و100 ألف بعد العقد اللي عند نورة عمي حطهم حسبت بمئة ألف بمئة ألف 600 ألف خوش مبلغ زين زين و50 ألف الخاتم اللي بصبك أي هذا حسبت هذا 50 ألف هذا مو وايد بلجيكي هذا الحين سعره لك مو قيمته هذا 49 بس قلت شلون عرفت قيمته على طول 49 649 ألف لو ضربناهم في 12 قسمناهم على 102 صارت النسبة 216 لا قلنا 240 في بوينت 12 يصير نسبة الكذا يوا اليوم شنو اليوم؟ اليوم الخميس باكر الجمعة اللي عقبه السبت يوم السبت السنة الجاية شيكك ل 649 يصير 1,700,000 دينار قبل لا يبا 1,750,000 زين لا يبا تعال من تراضي 1,800,000 صل على النبي عمي بهذا صدقك والله 1,850,000 الله ينصرك زهير نعم 1,900,000 الله يحفظك عمي بهذا انت تستاهل كل خير 1,950,000 الله يرزقك يا عمي بهذا زهير روح موفق مليونين مليونين والله يقول مليونين زهير عنده مليونين عنده سنة الجاية أنا عندي مليونين عندك يلا عم ياما زهير عنده مليونين مليونين الله ينصرك عمي أبو حظين الله يحفظك الله يرزقك عسى ما عوركم زهير هذا اسمه زهير إيه؟ عسى ما يزهر مر علينا مفتلت تقول وانيك بغى يسحبني هذا والله الساعة المباركة الساعة المباركة اللي شفناكم فيها عمتي إيه الله يبارك في حياتك إن شاء الله لو غلط أقول عسى منزل المبارك إن شاء الله منزل المبارك اي والله شنو يوم الصبح مباركين اللي بالبيت عمتي تبي صدق ولا احنا عليكم ولا ما تبونا بعد لا عزيزين ولو البيت بيتكم يلا بالخير هلا والله عمي كيف حالك يا ولدي شلونك تفضل سريع الله يحفظك حي الله ولدي منصور يا الله عفوك عمي كنك قاعد غلط شوي كيف حالك خير عزيزي اي والله هذه البيوت مو بيتنا خلف الله علينا بلى مو قالوا لك انا وارث من حلال ابوك حتى اسوي لك بيت النمونه نبوك استحي على وجهك لا تفشلينا ويا نسيبنا احمدي ربك واقنعي بالبيت اللي انت قاعده فيه كلني مد رجله على قد الحافه يا ويه فكنا اللي عافينك بيت هذا بيت اللي احنا ساكنينه بذمتك اللي احنا ساكنينه نسميه بيت ها بذمتك نسميه بيت يا بنت يا بنت الحلال هذا بيوت الحكومة هذا بيوت ذوي الدخل المقروض حالك حال غيرك يا مره ولا انت فيك زويدة لا ما ديني زويدة بس سكت يا معودة سكت نعم انا واحد ما يتحكى لك انت رسالة صلوا على النبي يا علشان بس كلمة صلوا على النبي يبا يا انتو يا انت وشون ولا تبارشون لي يبا عمي يا امر اذا يبي بيت من باكر ابني له عندي 6 قسايم مالي شغل غير مولية طايحين ثنتين بالصفات اللي بدورة الصفات وثنتين يا وزارة الصحة وثنتين اللي ما عطيتهم الحكومة بنوا الأبراج عليهم عمي أبي من باكر ملوت الأبراج أزخ الأبراج اللي كانوا مقداوة حطهم الصوب ويقوم بيتك تامر بس هذا من طيبك يا ولدي أنا حاضر من طيبك عساك سالم يا ولدي يا منصور وحنا يا ولدي نبيك نخر الله يسلمك وأنا يا أبوك غنوع دائما أردد هالحكمة ألا وهي القناعة كنز لا يفني لا يفنى يا حظي أعيد الكلام عداليا طه حسين أقول يا ولدي يا منصور نعم ما أشوف نورة بي هني بلى نورة موجودة الحين ناديها لك نورة 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 ها وين راحت هاي نورة الحكي هذا جديد
نورا بابا ماما نورا نورا بابا ماما يمو عمتي غيرنا البيت وغيرنا الحسي مع البيت يما يما شوفي منصور الشرالي عشتو 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 هذا غيري لابسه الصبح يا بنيتي يما هذا جديد عسى ملبوس العافية إن شاء الله تستاهل على والله كل الخير يا بنيتي هلا هلا بنيتي كيف حالك يبا أنا بخير يا يبا أنا دام إني مع منصور بخير والله أنا اللي بخير والله توفقت بنت هالحلال هذه والله هالدرة هذه هالدرة والله الحمد لله الحمد لله على النعمة هالدرة بنتكم ما أفتكر ما أسمعوا بس يا بنيتي خير يما هل لابسته يكسر العيون يتلامع كنا صفتنا قرور يما هذه جواهر لا النهرة يما هذا الماس ما تعرفين له لا والله يا بنتي تبي نصك ما عرف لك اللي عرف له ها اللي تطلع لفندينا ابوك اللي عرف علامك يا مرتي علامك هذا شك يوزي يا مرة علامك يبا علامك علي حسا شبريت انت من تحت الواحد ثلاثة يبا علامك من طلعنا من البيت وانت طايحة فيني تطنز عيب يا مرة عيب عيب عليك ويوزي هذه بنتك احد يحسد بنته هو 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 الله اكبر عليك يا ابو فريد كان صدق انا حسد بنتك انت تحسدين بنتك والله ما حسدت بنتي على اللي يحسود لا يسود كان حسدتك يا حليلهم والله يا حلوهم ويا حلو نجرتهم والله يا عمي ساعات اولح على النجره انا تولح عليك العافيه الله يسلمك هذا من طيبك والله يا ولد والله من طيبك يا منصور الله يحفظك والله من زينها هذه هالنعيه استريح يا ولدي عليكم كلمه راس تفضل بارك الله فيك تفضل اقعد زين يا عسى ما شر عمي هيا سلامتك اي انا الحقيقه يا ولدي ودي اسالك سؤال اي تفضل انا هالسؤال يدور بخاطري من زمان ودي اسالك اياه اي تفضل قول لانك انت يا ولدي شيخ السوق الله شيخ سوق المناخ الله يسلمك عاد انا قلت بسال عن سوق هالمناخ إيه؟ هل اللي نسمع فيه ولا ندله بس 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 اسكت لو تشدل سوق المناخ يا شينها بحلجك ويا زينها بحلج نسيبي بحظين سوق المناخ اللي يسميك الحين سوق المناخ يقول منهم لعدوا بذمتك هذا الوي هذا ما سوق المناخ ها ايبك منظر طلع ويه سوق المناخ البتات الخضراء والحمامين ركنا دبتي ركنا دبتي ركنا دبتي وراك وكسنا عن الكلف السك بصندوق غرنبيوت سوق المناخ هلا قلت شبرة الخضرة شبرة الخضرة من حقه حق هالجاموسة اللي ما يوقف نموت عايرين دي بشبرة الخضرة شبرة الخضرة حقي أنا أنا أكل خضرة أنا بطل برمة يا ولدي يا منصور نعم أنت شفت وحدة تحط فراشها عند الثلاجة حتى الله أكبر عليك شان فتوها أكبر عليك روح أكبرت جمال الشقات أنا بس يلا عاد يلا سلام علي هذا يلا عاد اللي محط دوبة دوبة ايش فيك أنت عليه بس يا عمتي بخالف والله يا ابو حظين من الصبح وحد دوبه دوبي من شاف بيتكم ويانا قاعد فسخ فسخ وقعد هالريال هذا يا ربي احنا شو مسوي بدنياي الا انا وين وهذا وين اي والله اي والله ما يصلح لك موليه والله منصور ايش اقول لك؟ لا لا ز شو اقول لا يصلح لك بس شو اقول لا تقول شيء ما لي حظ يا ريال والله العظيم ما لي حظ صدقني يا ابو حظي نعم عميد كليه الحقوق يا خطب لي ورفضتي ومره دخلت عميد جبرت الخضرة بس 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 يما يا يما الله يهديك ابوي تغشمر سويت هم صدقت لا يا نوره عمي هم الصخه قام يزور عليها وايد المره اللي فيها كافيها بعد العميد بعد ما ترقعت يا خالد تعال يا عمي انا ما قلت شيء يا ولدي خالد بخالد بخالد سامح منها وي لا علشان يا يب الله يخليك علشان نوره عشان نوره يلا عمي
والله من جينا من طلعنا من البيت لما وصلنا بيتكم متسامحين ثلاث مرات. هذه الرابعة بس هذه آخر واحدة أتوقع. يلا طيبة هي بساعة رضا. يوم يبارك الله فيك. هي ودها من زمان ودها. على مظهرك هالنمونة حار. هذا قبض موت أرضو ظهر. يا أحلى يا لهو. فرج بارك الله فيك. والله يا مفرج الله يهديك. بس احنا جايين نبارك لهم بالبيت ولا جايين نضيق خلوقهم؟ الله يهديك. سامحيني يا بعد قلبك. سامحتك يا بلسن وادي. الله يهديك. احنا جايين نضيق خلوقهم. انت خانك قدامهم مو جايين مبارك لهم؟ ايوه جايين مبارك. وان شاء الله ان شاء الله منزل مبارك وان شاء الله يشيبون ويعينون فيه وان شاء الله تصير البيت يا حال ويصير مثل بيت النحل. قول امين. يا يما بيت النحل عاد؟ اي حق التقرص همزي. هذا حد حكيها بعد. إيه بس حلو حلو حكيها. حلو. المهم يبا شايب لكم تشربون؟ ايش تشربون؟ ماي. بس؟ وانتي يما شايب لك اي عصير طازج؟ يما كل انواع العصير الطازج عندنا. اي نوع عيب لك؟ كريم بروش يما. ان شاء الله يما. اقول حاكي نسيبك ودام اللي قاعد بروحه. يلا انا حاكي. اي لا اذا حكيت لا تحكين انت. اي ليش ما تحكي؟ هذا لسانك شطول علي. لا اسكتي وانا حكي. انا عاد والله ابو حظين عين السيح يا بعد كبدي كبدي ما يقصر. انا حاضر لك وله الحقيقه. علامك انت علامك يبا حقيقه انك ما تستحين على وجهك. ما علامي شايفين. استحي يا مره شايفين. استحي استحي. شو استحي؟ اللي سمع كلامك الحين يقول انا لابسه مايو وقاعده تمشى بالجمعيه. استحي. حتى بالحكي مناسبتني خليني حكي. ما يخاف عمتي استشري. قاعد انت قاعد. الله يطول لي عمرك. ما عنده سالفه الحين قاعد يمدح الخرنبيط والملوخيه والخس وما خس على جبهه الخضراء. سؤال انت ابخص فيه نسيبك ابخص فيه. تفضل عمي يقول لي عندك. سكتت المره. تفضل تفضل. ولا كلمه. يا ربي انت فيك شر فيك شر. ساكتة المرة ساكتة. احنا الرجاجيل نتفاهم بين بعضنا بعض. شو دخل الحريم؟ بس الحين سكتت. وتفضل قول لي عندك. تفضل عمي سريع. استريح. تفضل يلا توقع. بارك الله فيك. يلا يلا حفظك. يا هلا يا هلا وغلا. هو يا هلا فيك. هلا هلا هو اي سلمك الله على هالقعدة والحركة. كنا ما عندك سالفة عمي. رديت علي يا ولدي. لا عندي عندي سالفة بس عطوني فرصة خلوني حكي. بمرك انا اسف. تفضل قول. الله يسلمك. يا هلا. سلمك الله. يقولون 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 ايش شو يقولون؟ لا حاشا والله مو انا اللي قايل يا منصور. اخاف اقول تظن اني انا اللي قايل. لا حاشا يا ابو حظين الا يقولون. ايش يقولون هاي؟ يقولون يا ولدي اي يقولون سلمك الله. اي والله يا ولدي اخاف اقول تظن اني انا اللي قايل. عيل عمي ما حد قايل غيرك. هالتردد هذا معناها انت اللي قايل. وهذا انا اللي خايف منه. اذا بتظن هالظن ماني قايل. لا حش لا حش والحش عن الف يمين اللي يقولون يا ولدي. عاد توخذتوني بالصيحه. شو يقولون عاد؟ يقولون بارك الله فيك انك منفع ناس واجد بالسوق. ناس ما تسوى. ناس اسفل. ناس يوبلس. نعم. يعني مغزى الكلام يا ولدي ناس ما قد شافوا الدينار بعيونهم. عاد حنا قلنا العقربين او لا بالمعرف. لا بالمعراف يا حظي. يبا شو الخرابيط؟ لا المعرف ولا المعراف. يبا الاقربون اولى بالمعروف. شو الخرابيط؟ انتم منين تجيبون الخرابيط؟ وبعدين يا عمي هذيلا اللي وصلونك هالحكي هذيلا ناس مغرضين. عاد والله يا وليدي هذا اللي سمعناه من الناس. وانت ولدنا وريل بنتنا وانت منا لك الخير من اليوم. من طيبك عمتي من طيبك. تفضلي قاعدي. انتوا عندكم شيء بتقولونه غير الحكي؟ اي بالله. تفضلي.
سجسة؟ إيه؟ اليوم عمك جايك وناخيك يا ابو حظين. انا حاضر لك وله قايل لك الكلام. انت مقصر عمك اليوم جايك يا ابو حظين وجايب لك ركت البيت وانت محل النفس واللي تشوفه سوى يا ولادي. اي بيت؟ بيتنا. بيتكم اللي ساكنينه؟ اي مو بيت حكومه. لا لا طال وين راح؟ لا يا منصور يا ولدي لا قبل بيت حكومه الحين البيت تقدر تقول عليه بنقله قصر لا قاطين بنيته ايه. ايه صار البيت 21 غرفه ما شاء الله و 24 دريشه عملونيه ايه. وثلاث بيبان واربع حوشه ايه. ورحنا للشؤوم ايه. وقلنا يا شؤوم هذه بيتاتكم ايه. وعطونا بروه البيت لا حق منين يصير بيت حكومه لا لا, لا. خالصين انتوا اللي ايه. عليكم خالصين وبنا بيك تقصر يا منصور يا ابو حظين نعم تدري عمك صك عمره 70 سنة وللحين وظيفة مستقبلة إيه صك 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 مستقبلة أضرار خرس بيني وبينك عدل أنا بالله تمدني يا ولدي عسى نظم المستقبلة أنا حاضر أنا حاضر وبشوفه هذه يا ولدي بارك الله فيك إيه نعم هذه بروة البيت هاي البروة إيه نعم إيه هاي البروة إيه وهذه سلمك الله هذه وكالة عامة باسمك يا عمي مسوي كل شغلة بدون ما يشاورني يمون عليه يا ولدي يا منصور ما نمون عليه بلا بلا حالنا حال هالعالم اللي اعطتك بيوته يلا تمون يا عمي هاي وكالة مع الرهن هذه كلش قاضية خالصة متأكد يعني ايه هاي ملكة الحجية الله يهداك افرا شايبة مخباتك الظاهر خام التجوري وخام الاولي والتالي ويا بلك لا لا هذه الوكالة ايه مو سلمك الله انا مو خام التجوري وبس انا خام البيت بكبره واخليناه ايه مو رحنا يا سلمك الله اجرنا شقة بالنقرة يا 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 مسوي كل شغلهم وياييني عاد بالنقرة مرة واحدة ايه نعم اي صوب عمتي خنزوركم عاد دوار الكرد يزين هنا خوش محل والله عاد يا عمي ويا عمتي مدام عطيتوني الثقة الكبيرة عاد انا لازم اكون قدها لا يا ولدي انت قدها ونص قدها ويده بحظين ولا ما يخالف الاصول يا عمي نعم الاصول منك انك تقبل شيك مقابل بيتك الدنيا حياة وممات وهذا حق ولا تبي الصج انا ما عندي مانع من خالف انت شب ولا كلمة يا رب ليه خلي الرجاجيل يتفاهمون شوف يا ولدي يا منصور نعم. انا ما بيني وبينك حساب يا عم الحق ما ينزعل منه يا الاصول والله مت انا فلوسك تروح ليش يا ولدي عيب هالحكي ما يصير ما يصير عمي لا ازعل انا عيب ما يجوز تقول هالكلام لا. هذا عيب عليك تقول هالحكي يا ولدي عيب عيب ما يجوز تقول هالكلام انا وياك على وحده تهاوشتوا انت؟ لا لا شريكم عين؟ يعني قاعد نتفاهم مع أهل سوى هداهم انت فاهمون شدي صرفكم لآخر البيت؟ هذي لا بعد أهل شدهم كواولة الله يهداهم ما سمع ما سمع دي بس أنا سمعت خالد انت قاعد تحمليني الله يهداك أقول؟ هي وقاعد أقول له لازم تاخذ شيك مقابل بيتك يقول ما أبي يوصد شون يوصد؟ منصور انت ما تدري؟ لا أبوي ما يحب الفلوس؟ لا كلش ما قلت لي الحكي انا احس بالي تدري ايش ترى انا اول مره اشوف حياتي واحد ما يحب الفلوس الا ابوي زين والله ايه زين خش عايش يصرف شري جاه ايه اي عاد اقول جيب لي دفتر الشيكات اللي داخله بالمكتبه ان شاء الله جوال شرط يلا يلا تفضل عبد نعم بارك الله فيك يا ولد تفضل بسم الله قريب فلوس ما انت ان شاء الله نشرب عيد ميلاد بحظين الصغير سلمين عساش على القوه بس الحقيقه عمتي من الحكي اللي دار بيني وبين عمي عرفت ان عمي شوي غشيم ويه خوف الله عليك غشيم وبس الا دكه دكه علامك انت يبا علامك علي ابو تستحي على وجهك ايش قايل عداله نتكلم كلمه واحده بق انت دكه دكه ايش عليك انت خلينا احنا رجاجيل تفاهم انت شكو انت شطول اسكت يا مرة رفج علي لا اطلق شد شد تقول التجور ماشي الاوراق حاطها بمخبات على شان يهددني بالصراق يا ربي انا شو مسوي ويا الريال شو سويت مالي حظ ويا الريال مالي حظ ولي اي والله مالك حظ اي والله مالك حظ اي والله مالك حظ يا ليتك يا ابو حظين تسلفني حظ من حظين ردت على حظوظ يعني تصدق يا ابو حظين؟ نعم تصدق عميد عميد كلية الآداب
يترجي يترجى كل يوم يا ابن الشبكة يا بين يا بخطبني وارفضها بخطبني وارفضها ما الله قاسم اللي أخذ واحد مؤدب قاسم اللي أخذ واحد غير مؤدب ولا ما الله خال مؤدب عمي صلاح النبي يا الله يهداك عيب ذبحتني يا منصور خالص ذبحتني ما تسمعش تقول لا مو صور ذبحتني عميد وعميد وعميد احصان انا ماني ريال هاي من زود محبتها فيك من زود المعزه تقول لك كذي خلت العمدان كلهم غضبتك عمدان الجامعه كل عمود اطول من ثاني وخل الله الا انا متعجب عمي شلون حافظه اللي بالجامعه كلهم هي كانت تبيع سبالي عند الجامعه قبل انا قصدي يا عمتي الله يهداك قصدي عمي غشيم في امور السوق لان السوق اللي احنا نشتغل فيه فيه خفايا والاصول من عمي انه يقبل شيك مقابل بيته هذا اللي اقصده سمعت الريش يقول لك السوق في خفايا ولازم تاخذ شيكك يا الشوز انا الحين انت بتعلم التجار بشغلهم هذا اللي ناقص اللي قصده ابخص بشغله هذا دفتر الشيكات اللي بغيته ايوه ايه هذا جيبي نورة خير مرواهي وازدحام الصور أقول مو قبل شوي كنت قلت إن أبوش ما يحب الفلوس أبوي؟ إي مو هذا اللي واقف يمي أبوش شوي ويقعد بحضني أبوش الله يحفظك تفضل عم استريح تفضل 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 عندنا عمي نعم يا مرة بدينا باللقافة يا مرة عيب قلنا لك اسكتي كل تبن واسكتي انت يا عمة انت يا يبا صلى على النبي عمتي نعم شلقابة هم شافوا دفتر الشيكات وضيعوا السالفة كلها يبا لا عمي ولا عمتي يا جماعة نعم خذ بيتكم بثمنة عن 200,000 دينار نقدي زين ها استريح جايك بالحكي وبعطيكم شيك لمدة سنة 650 علشان عيون أهلك بعدها نزيدهم ولا بس قال عمي بكتب لك شيك لمدة سنة بيتك ب 700,000 دينار قبلت عمتي الحين ضمن مستقبله إيه بالله ضمن مستقبله وإن شاء الله الخير يا عمتي مقفلة تطلع محاصة تطلع أول ما بديكم أنتو مقفلة محاصة؟ نعم روح الله يقفلها بضيق وخليها محاصة بالعالم ها؟ السلام عليكم السلام مساك الله بالخير عبد العزيز الله بالخير مساك الله بالخير الله بالخير انا اسف تاخرت عليكم لا بسيط ما عليك بسم الله نفتتح اجتماع مجلس اداره البنك تفضل سليمان قول اللي عندك الحقيقه عندنا طلبات كثيره بخصوص التسهيلات وخصم الشيكات عارفينها هذه العاده تفضل قول الطلب الأول مقدم من علي عبد الله محمد طالب قرض 2000 دينار مرفوض مرفوض يوسف درويش 20,000 دينار تسهيلات مقابل كفالة مرفوض مرفوض مفلح دغش طالب قرض 20,000 دينار دغش؟ اي نعم دغش هذا يخوف مرفوض مرفوض عبد اللطيف المزيون طالب خصم شيك 1,000,000 دينار بدون ضمان لا المزيون يضمن نفسه يستاهل يستاهل؟ محمود السبتي طالب خصم شيك 1,000,000 دينار كلش ولا هذا ما نقدر نرد له طلب وموافقين موافقين؟ إيه بس طال عمرك هذا بدون ضمان هم يستاهل يستاهل؟ كيفكم يا جماعة انت بدو توافقون انت ريال بدون ضمان؟ هلو نعم معاك هلا أبو علي وبنكم مو مجتمعين اليوم؟ لا باكر احنا اليوم اجتماعنا لا اخوي مشيناهم لك لا وهم خصبنا لك 6 شيكات كل واحد اكبر من الثاني اقول بس الله الله بشيكاتك انا دازهم لك لا صاحبك هم مشيناه
تبي الحقيقة والله أنا ما أعرفه بس علشانك يا الحبيب. بس الله الله بشيكاتنا لا تنسانه. لا مو وحدة بوحدة. إيش دعوة؟ الله يرضى عليك. مبروك علي. حياك الله. كمل سليمان. علي محمد علي. مرفوض. نايف الصفران. مرفوض. دهاس مصلح 500 دينار قرض الضمان. مرفوض. يوسف اليوسف 1000 دينار. مرفوض. 500 دينار. مرفوض. 150 دينار. مرفوض. مصلح. مرفوض. مفلح. مرفوض. معجب. مرفوض. متعب. مرفوض. عمبر. مرفوض. عمبر. مرفوض. رفعت الجلسة. شلون تشوف أفلامك ومسلسلاتك اللي تحبها؟ سينما، تلفزيون أو من صاحبنا اللي درعم الدواني؟ من اليوم ورايح الأفلام راح تيك لي عندك من هوليوود ومن الوطن العربي كله. وبنى نظرة هذا البرنامج برعاية ولا مساسر الدعايات. هو حساب واحد ويشتغل على كل أجهزتك. وها تقدر تشغل الترجمة لا بغيت، تكتب رأيك بالفيلم أو حتى تشارك ربعك بالتواصل الاجتماعي. AirPlay وانتهى الموضوع. يح ما اشتركت؟ تالي. هاللون يا جماعة ما يصير هاللون. أنا أقول كلام وأنت مراشد يا أبو خلفان تقولون كلام. لازم نتفق. بعبود بعبود مصلحة البلاد فوق كل مصلحة وترك عنك الربربة. فعلاً. اترك الربربة. نعم. وإحنا إيش قلنا؟ قلنا لك عاد. يا أبو عبود المفروض منا أن ننوع في معاملاتنا ولا ينصاب الشغل على الشركات. وأنا أشوف بموجب التقارير اللي قدامي إن مبالغ ضخمة مصروفة للإخوان في الكويت مقابل الأسهم. فلازم يا جماعة ناخذ بعين الاعتبار مصلحة بلدنا ومصلحة بلدنا. أدري أدري يا جماعة أدري علامكم الله. أنا ما يبغى تشدي هالرجال ولا قال أدري ويسوي غلط. ودوم إنك تدري يا أبو عبود شو لما تنفذ القرارات اللي عندك. يا جماعة لا تنسون إن إحنا أكثر تعاملنا في الخليج مع إخواننا الكويتيين، ونجد إن إخواننا الكويتيين مسباقين في مجال المشاريع الكبيرة. وحريصين كل الحبس على إنجاح مشاريعهم وشركاتهم التجارية. يا أبو عبود دام مشاريعهم ناجحة شو لما يأخذوا من بنوكهم شو له؟ أنا أقول لك شو له؟ السبب واحد يا أبو راشد. وشنو السبب وضح؟ إن الأسهم خليجية من كويتية، وإحنا في بلدنا يا جماعة ما نضمن الأسهم الكويتية. هذا قانون موجود في كل بلاد يا أبو خلفان. فلا تكون متشامين يا جماعة. يعني يا أبو عبود صرف هالمبالغ الضخمة مقابل أسهم خليجية بس؟ لا إله إلا الله. الأسهم هم فلوس يا أبو راشد. أبو خلفان أنا موافق يا أبو عبود. شوف قلقت أبو خلفان البارح يعني نص الليل طق الباب علي وتقول لي أبو عبود قام يتصرف من ورانا بدون موافقتنا. وأشوفك اليوم قالت قاعد يقول الحق يا أبو راشد. كلامه عدل قاعد يقول الحق. عجيب قام يقول الحق وأنا أقول الباطل. ها شو لا دوزين علي انتم متفقين انت مع ابو عبود متفقين وين رايح يا ابو راشد؟ انا بمشي. اقعد يا ابو راشد خلينا نكمل الاجتماع. لا لا شيء ما شيء لا 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 اشتريح يا ابو راشد اشتريح اشتريح. هاللون ما يعجبني والما ما 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 يعجبني هاللون. انتبه يا ابو خلفان بعد الاتكال على الله وافقنا بجلستنا هذه على منح الشركات الكويتيه تسهيلات مقابل اسهم خليجيه. والله الموافق الحمد لله خلصنا من البند الاول. البند الثاني شنو يا ابو عبود؟ واجتماعنا اليوم كم بند؟ مو قلتوا بند واحد؟ وش اللي خلوه بند ثاني وثالث ورابع؟ يا ابو راشد يا ابو راشد انا قايل قبل الاجتماع بندين اليوم. لا ابو عبود انت في البدايه قلت بند واحد الظاهر يوزلك الاجتماع وبتسوي دارزان. لا 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 ما يجوز يا ابو راشد يا ابو راشد. لا لا ما يجوز ما يجوز. يلا ورانا صلوات بنمشي. يلا بروح نصلي. يلا يا ابو راشد كلمه والثانيه قاضب علينا. ورانا صلاه ما حد يصلي بالديره غيرك كلنا بنصلي. بعبود انت عمرك دشيت ما سيت. استغفر ربك بس يا ابو راشد. يلا اعطونا بند صغير خلنا نخلص ولا شيء. يلا يا ابو خلفان هداك بس. البند الثاني هو انشاء بنك جديد بس. هذا البند هذا البند اللي تقول عنه وش فيه؟ بنكنا يسوي بنك بند يسوي بنك هي بنكنا بيسوي يعني بنك يعني بنك بطن بنك. والله حاله اكثرت البنوك بالبلاد والله اكثرت.
والله خايف انا يجي ذاك اليوم اللي كل هالبنوك تنقلب مطاعم هنديه. والله كلها تنقلب مطاعم هنديه واكالها مامش مامش. يا ابو راشد يوي هلا يوي هاليوم الاسود يوي. يا ابو راشد المشروع الجديد هو بنك تبناه بنكنا. على العموم يا جماعه ما راح اشرح اكثر، خلي اخواننا الكويتيين هم يشرحون الفكره. نعم خميس. نعم خل اخوان الكويتيين تفضلوا. ابشر خميس هم خربتوا عرف الكويتي الخميس. لا السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جزاك الله بخير. يا هلا يا هلا من جانا. علي بوتيلة امين السر. يا هلا وغلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اف علي. حي الله من جانا. هلا وغلا. نايف ضحوي الدار العضو المنتدى. يا هلا نايف نايف اخ نايف شنو باجي اسمه؟ الافجر. الافجر يا هلا وغلا. الاخ بروشه. نعم يا رسال. والاخ ابو خلفان امين السر. هلا وغلا حي الله من جانا. نورت البلاد. موجود. اهلا وسهلا. الله اخواننا الكويتيين. حي الله هوامير المناخ. ها عاد يا اخوان احنا ما عندنا هوامير. ها عجل وش عندكم؟ عندنا صافي. والصافي اللي عندنا هم نوعين، صافي عادي وصافي الصنيفي. واي زين فيهم؟ الزين العادي الصنيفي في شوك شوي. احنا نحب الاثنين. ايه كويتين ما تعرفون شيء. اخواننا الكويتين صاروا مثل هاليابان، حتى الخنثاق ياكلونه. والله وصلني وصلني هالخبر. هالخبر وصلني. يا هلا عز الله انك صادق يا عم براشد. الله يحييك يا هلا وغلا. احنا طال عمرك كل شيء ناكل، كل محترسة حلال. يا هلا. اي نعم حتى الضب ناكله. الضب؟ نعم. تاكلونه؟ نعم. لا احنا عندنا نسوي اتشار. حي الله من جانا. حييك الله يسلمك. احنا طال عمرك يا نعم راشد. نعم نبي 30 قرشة من الأشار مال الضب، نبيه سوايه بمرك إن شاء الله. حاضر. صار تحبه وايد. حاضر ندز لك منه مربى بعد. بعد مربى. يا هلا والله. سونا سونا مربى عصاعص. إن شاء الله. بمرك إن شاء الله. حاضر. الظاهر أنت هم حبيت. إي بمرك هم قطين حقك أنت يا أخي. شو اسمك بالخير؟ علي علي بوتيلة. بوتيلة يا هلا ومرحبا. بوتيلة والأخ الأبعر. نايف الأبجر. عيب يا رجال عيب الأبجر. نايف الأبجر يا أبو راشد. الأبجر. نايف الأبجر. أنا آسف آسف. أخواننا الكويتين أساميهم شوي قالج. قالج أساميهم. الأبجر. إيه. إلا بسأل سؤال يا أخوان إذا ما في إحراج. تفضل. أسأل. تفضل. أسأل يعني ماكو زعل. خذ راحتك. خلينا نعرف السؤال أول. لا أنا بسأل أول. إذا في. لا إذا في زعل ما أسأل. لا خذ راحتك. أسأل. إيه تفضل. أسأل. إيه تفضل أسأل. هو صحيح في دكان في سوق المناخ عندكم يا اخوان إيه؟ بتاع بقفلية 20 مليون دينار صحيح إيه؟ الكلام هذا؟ إيه نعم نعم هلا هو والله إيه؟ وش الاخبار هذا؟ هذا اللي صار. هذا اللي صار. شوي شوي على الاخوان ما يصير هاللون. ليه؟ عن الغلط. ما قلنا غلط؟ لا 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 ما غلط يا رجال ما غلط هو استاذن. استاذن منهم في البداية يا اخ ابو عبود الله يهداك. خليني اخذ راحتي. الا بسأل سؤال، هالدكان اللي بتاع بهالمبلغ الضخم من المال ايش مبني منه؟ مبني من الماس من زمرد خاتم نبي الله سليمان معلق به. لا 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 في لا زمرد ولا الماس ولا خاتم نبينا سليمان معلق به ولا شيء. ماكو شيء معلق به. لا ابد. هذا قصته طال عمرك. ايش قصته هذه؟ اقول قصته. هذا عباره عن دكان دلاله اسهم. اي يدخل باليوم ما يقل عن 100,000 الى 200,000 روبيه دينار. دينار كويتي. لا اله الا الله ما شاء الله. لا 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 الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. اشوف راشد براشد قام يبكي. لا المبلغ المبلغ حار مثل الفلفل. لا اله الا الله. يا ابو راشد لا تقارن اسواقكم باسواقنا، السوق حامي عندهم. وخلفان ما قارنت ما قارنت يا ابو خلفان الله يهداك. وش يا اسواقنا لاسواقهم؟ واحنا عندنا اسواق يا اسواق الكويت الله يهداك. الله اكبر 20 مليون دينار كويتي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا سلام. خلاص خلاص يا جماعه لا نضيع الوقت. تفضل خلونا ندخل بالموضوع. يلا ندخل. باسمي وباسم اعضاء مجلس من اول ابو عبود مالك حق تقول باسمي.
وراشد. نعم. انا رئيس مجلس الاداره. نعم. ومن حقي اقول في البدايه الاجتماع باسمي. صح هذا. هذا اللي صار البنك ملك ابوك والباسمي. لا هذا بروتوكول يا ابو راشد ما متفق عليه في العالم كله. نعم هذا الروتين الاساسي. قلت سويت روحك مالك انت قعدت تسوي بنك وعبود هذا؟ لا صار بنك وعبود قول باسمي مالك حق قول باسم البنك وبس. لا باعتبارك باسمي يا ابو راشد ما دام انا رئيس مجلس الاداره باسمي. صح كلام اخ علي ابو فتيله ايش يقول؟ اكو واحد من اسمه علي ابو فتيله يا جماعه؟ لا لا انت 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 شو اسمك؟ لا اسمي علي بوتيله. انا بوتيله؟ ايه. وانا ايش قلت؟ تبقى علي ابو فتيله؟ ابو فتيله ها؟ ايه فتيله مو فتيله مال فنار؟ لا لا مو مال فنار. لا هذه تيله يلعبون فيها اليهال هذه. اه تيله. ايه. وش جاب التيله لك؟ هذا طال عمرك يدي كان يلعب تيال. يدك كان يلعب تيال؟ ايه راحت عليك. الخبل يدك هذا. راشد اقول لك عن الغلط. راشد يوم انه ورق يوم انه صغير صغير هو يلعب تيال. اسف انا ايه. انا الغلط يا ابو راشد. تفضل تفضل افتح الجلسه تفضل. باسمي وباسم اعضاء مجلس الاداره نرحب بكم. واهلا وسهلا بكم في بلدكم. عسى المبلغ اللي جايين يتسلفونه الاخوان مو بوايد. ما يبنى طاري مبلغ. ما حد تكلم عن سلف يا ابو راشد. ما قالوا سلف. احنا جايين نقدم مشروع اول شيء. اي وبعدين نتكلم بالنواحي. ايوه هذا وبعد المشروع سلف. لا يا ابو راشد ماكو سلف. ماكو سلف يا ابو راشد علامك انت اللون اليوم. وعبود الله يهداك ليش تحمق علي؟ ليش؟ ماكو سلف يا ابو راشد. يعني بعد المشروع جايين يناصبونك؟ لا لا ما لا هو يا ابو راشد قاعد اقول لك لاخوانك بعدين الاخوان الكويتيين الاخوان احترمهم ما يصير انت انا قاضب علينا الاخوان الكويتيين اخوان من الكويت اخوان الكويت والكويتيين نازلين بقفه. لا لا احنا كلنا اخوان كلنا اخوان واهل هذاك. الاخوان اعضاء مجلس اداره البنك. نعم. يريدون شرح لفكره انشاء البنك. ممكن انت تبي فكره عن الموضوع؟ ابي شرح وافي ان شاء الله. هو في الواقع فكره البنك كانت في مخيلتنا لها اكثر من عام. نعم. نعم. والفكره عباره عن انشاء بنك بحري. بنك عائم وبنك بحري. يعني ناوي تبنون بنك في البحر؟ في البحر. كويتيين شياطين كويتيين. ما كفاهم البر راح البحر. طيب الاسباب شنو؟ ها وجود هذا البنك البحري او البنك العائم معناه انه غير مرتبط باي جهه مسؤوله. نقدر نقول عنه يا اخوان انه بنك متنقل بنك متجول. ها بنك سماري في البحر. سماري على قولتك. بياع مو بنك. رد على الغلط. ما غلط ابو راشد. ابو راشد ما اسمح لك تتكلم مره ثانيه بدون استئذان. انا الرئيس هني. وعبود اذا انت رئيس مجلس اداره انا هم عضو مجلس اداره. انا الرئيس هني. يعني انت رئيس انا طباخ مجلس اداره؟ لا 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 ما لك الحشيمه. انا العاده اسوي رقاق حق مجلس اداره؟ لا 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 بس ليش انت انت اللي مالك انت اللي مالك حق ابو راشد. لا تتكلم مره ثانيه علينا. لا هاي خمس مرات مو اول مره. لا تتكلم. والله ان سكت مره ثانيه ما سكت والله لا سووا فيك مثل ما سووا في الحكم. لا 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 تتكلم بدون استئذان. مو اول مره اخ علي. هذا ذابحني قهر. قهر ذابحني قهر. بسم الله عليك. صار له شهر. ايه. صار له شهر وما عنده خبر انه ذابحني قهر. ايه. ما عنده خبر. ما عندك خبر يا ابو عبد. خبر. ما عندك خبر. سريع يا ابو راشد. لا تتكلم ابو راشد بدون استئذان. كل هذا ما عندك خبر انه ما عنده خبر. عندي خبر. ما عنده خبر. يا جماعه الخير ترى الهول ابرك ما يكون. اي ابرك ما يكون. الاخ علي. نعم. ممكن يعطينا يشرح لنا الفكرة أكثر؟ إن شاء الله حاضر. عشان العم راشد يكون معانا بالصورة. نعم. عشان بالنسبة للبنك البحري البنك العائم هذا. تفضل اشرح اشرح أنت يا أخ أبو خيلة. لا أنت شرحك وافي. أبو بوتيلة طال عمرك. أبو بوتيلة وأنا إيش قلت؟ أنت تقول أبو خيلة طال عمرك. آسف بوتيلة. تفضل علي بوتيلة. وهذا نايب الأبجر. إي والنعم معروف. إنزين مشكور. تفضل. عشان تكون معانا يا عم راشد بالصورة، أول شيء أن هذا البنك البحري أو البنك العائم. نعم. له ثلاث خصائص. منهم؟ اول خص ها لا ثلاث خصائص. بنك له خصائص. ايه بنك له ثلاث خصائص. يعني خطفي اقول يعني ايه له ثلاث خصائص. صح انت يا اخ علي متاكد ان البنك اللي تقول عنه له خصائص؟ ايه ايه
البنك اللي انا اتكلم عنه، البنك البحر اللي انا اتكلم عنه فعلا له ثلاث خصائص. ثلاث خصائص وفي البحر؟ في البحر، في البحر. يا ابدا منك وياي بالموضوع. يا رجال اشرح له، اشرح له، اشرح له عدل. فعلا هو البنك اللي احنا بنصدده والبنك اللي احنا جايين عشان هذا المشروع فعلا له ثلاث خصائص. خصائص يعني طيبه. خصائص طيبه في البحر؟ اي نعم. بنك علي انت كلامك واضح؟ واضح، انا قاعد اتكلم عربي. يعني انت صاحي؟ اي صاحي، واكلمك عربي. خصائص يعني ميزات. يعني بنك 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 له خصائص. لا ابو راشد، وين رحت الله هداك؟ والله احنا لا احنا بنوقنا ما لها خصائص. لا هو يعني حسب المشروع اللي عندي انا. لا 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 انا اتكلم عن المشروع. لا والله اذا بنوكم لا خصائص هاي انتوا احرار، لكن احنا هني بالبلاد بنوقنا كلها جطل ما لها خصائص. يا علي يا ابو راشد، يا ابو راشد انا قصدي اقول خصائص يعني ميزه مواصفات. ايه طيب خليه يشرح، علي قاعد يشرح. اي خلي يكون شرحه واضح. انا ما يا رجال اشرح له، اشرح له معي بالصوره. تفضل. لا ثلاث خصائص، اول من الخاصه الاولى. اترك عنك الحكي فينا، الحكي غير هذا. الميزه الاولى، ميزه شوي. الميزه الاولى لهذا البنك العائم او هذا البنك البحري يقول ميزه خصائص. يعني خاصه. اي الميزه هذه طال عمرك ان اول شيء ان هذا البنك يضمن للزبون حقوقه. البنك هذا من ميزاته. من ميزاته الصنعه يعني العدله. صحيح. ثاني ميزه انه يكون بعيد كل البعد عن الازمات الماليه والعالميه. هاي الخاصه الثانيه. الخاصه الثالثه. اترك عنك الخاصه. الميزه الثالثه انه يكون كذلك وبالدرجه الاولى انه بعيد كل البعد عن الضرائب والتأميم. فأنا أرى يا أخوان أن مشروع مثل هذا المشروع مشروع حيوي والكل يتمناه. ليش يتمنونه؟ ليش؟ لأنه يضمن ويحفظ حقوق وأرباح المساهمين بصورة حكيمة. واضحة الصورة يا عم؟ واضح واضح، كل شيء واضح. مشكور. تفضل. يعني ناوي أنت تبنون بنك في الغبة؟ في الغبة. في البحر، داخل البحر. هو كل ما هناك شراء دوبة كبيرة وتحويل الدوبة ذي إلى مكاتب. والمكاتب ذي هي المقر الرئيسي للبنك. عادي. وشكرا. ما كفاكم البار. يعني يا أخ الأتجار اللي ناوي يفتح حساب في البنك لازم تحطونا دفتر شيكات الطراد وقرقور. لطيفه هذه. مو هاللون؟ لا مو هاللون. لا هو هاللون. هاللون يا حضرات الرئيس، اسمع ان الظاهر ان العم براشد ما استوعب الفكره. زين هاللون؟ فشلت جدا بخوانا الكويتيين. وش فشلتك؟ يقول ما استوعب الفكره. لا غلطان غلطان غلطان، وانت كم غلطان. انا اكبر تاجر، انا تاجر قبلكم كلكم 50 سنة. انا اكبر تاجر في الخليج، من المنباسة للخليج. وراشد تاجر دنشل، اكبر تاجر دنشل انا. ايه لحظه هذا دنشل شنو؟ دنشل هذا مال سقف مال بيت قبل نسوي سقف، ماكو كونكريت مثل الحين. اسمه دنشل. دنشل خشب يعني. خشب يعني. انتم شو تسمونه الكويتي؟ تسمونه ايه؟ تسمونه تشندل. كل واحد دنشل وشندل واحد. لا اصلا دنشل، انتوا تقلبون الحكي على كيفكم. شندل يا ابو براشد الله هداك. شندل ودنشل واحد، نفس الحروف. لا 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 يا اخ علي، لا تقنعني. اصلا دنشل. لا هو اصلا شندل. لا دنشل. لا اقول لك شندل. اقول لك دنشل. لا شندل. دنشل دنشل ولا ماكو سلف؟ لا لا خلاص ماكو سلف. يعني رجعنا ثانوي خلص الاجتماع بينكم انتوا الاثنين. لا ما في داعي احنا نختلف على دنشل وشندل. والله الزوري سميت زوري. تسمونه زوري؟ شنو زوري هذا؟ زوري هذا السمك الصغار. يلا هذا اسمه الاصلي عفطي، مو زوري. زوري عفطي عيب. عفطي عيب، عيب العفطي. لا 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 احنا نسميه زوري صح؟ لا 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 زوري خشب ما له معنى. عفطي عفطي وعفطي ما لها معنى. لا عفطي اصلا عفطي ولا ماكو سلات. خلاص يبا عفطي عفطي. والله انت قال عفطي كله. لا تعال يا وياه يا رجال. الله هداك يا عم براشد. يا جماعه ما يصير هاللون. شو نسوي بعد يا عم براشد؟ هلا عفطي ولا الحين شنو مطلوب من بنكنا يا اخوان؟ ماكو داعي تعصب اخ علي. لا ما من معصب، عشان خليك معانا بالصوره بس. لا لا انت مبين حمقان وزعلان. لا يا ابن حلال انا زعلان. لا هذا طبعي. واضح انت يا سلفوني يا ازعل. ما يبنى واضح من وين؟ عم براشد ما يبنى طار السلف للحين. تفضل.
عم راشد خليك ويانا. تفضل. المطلوب ان اول شيء انه يكون بنكم سباق في هذا المجال الحيوي، هذا اول شيء. اولا احنا عندنا باينج، ما عندنا حصان. لا انا ماني طارق. انت تقول بنكم لازم سباق. يعني سباق انه يكون شنو؟ سباق المشروع اخذه وروح نادي الفروزيه. ما عندنا سباق يا عم راشد، يعني نبديكم على انفسنا تدشون انتم بالاول. انكم انتم تدشون في هذا المشروع الحيوي. اول ناس انت وبعدين. طيب اخ علي، اخ علي. نعم. شو لما تدشون بروحكم وتفكونا من شارك؟ لا مو المشروع مشاركه، احنا جايين المشروع نشارككم احنا وياكم مناصفه فيه. طيب اخ علي. نعم. شو لما تدشون بروحكم واذا زين لحقناكم؟ واحنا داشين الله يهداك معرض ولا حفله؟ معزومين على عرس. انا ادري، دريت شلون؟ لا هذا ولا ذاك. ندخل يميع سوا. ندخل احنا معاكم مع بعض؟ مع بعض. نتغلغص. نتغلغص. واحنا داشين غير ضب الله يهداك نتغلغص. وهذا هم حار يا هذا حار. عم راشد خليك معاي بالصوره، نبتدي بالبند الثاني. تفضل. ندخل احنا كمؤسسين 50%. 50%. 50% على قولتك. وتدخلون انتم بواسطه بنكم بال 50% الثانيه. واضحه الصوره؟ واضح. خلاص خلاص سجل يا ابو خلفان. سجل عندك. خلاص الجميع موافق. ايه. مشروع ناجح وفكره عظيمه، نتمنى لها التوفيق. اي هاي العاده، الافكار ما تجينا الا من الكويت. لا يا ابو راشد ولا صغرا لاخواننا في الخليج، انما الكويت هاي التجاره من زمان. مشكور يا الحين تمت الموافقه. خلاص نشكركم من الاعماق ونرجوكم رجاء انكم تختارون اسم البنك باسرع وقت ممكن. ايه. والله ما دام ناويين تبنون بنك في البحر سموه بنك الزفر. بنك الزفر. انا اسف يا اخوان. اسف الله يهديك. عندي لفه بالشركات شوي تاخرت عليكم. مساكم الله بالخير. الله بالخير. مساكم الله بالخير. الله يعطيك العافيه. تبي تشوف فيلمك من اللابتوب؟ www.tele.com. بعد ما تكتب اسمك والباسورد انت تكون بنص مكتبه كلها افلام. تلي على الاندرويد والايفون والموقع tele.com. الله يعافيك. تفضل اخ علي، وضح للاخوان نبذة على المشروع. المشروع هنا. الحقيقة يا اخوان انا من خلال جولتي في اليابان اتضح لي ان الخليج من اغنى مناطق العالم. وبعد البحث والتحري مع خبراء اليابان قدرنا نستنتج بان قصيع الخليج ممكن احنا نستفيد منه بشكل تجاري وبشكل حيوي ايضا. اي ان قصيع الخليج ممكن احنا نمتص منه بواسطة التكنولوجيا الحديثة مادة نعالج فيها مرضى السرطان بواسطة أشعة الليزر. مشروع حلو. مشروع حلو. هذه المشاريع ولا يوسف مشروع ناجح. ما دام أنا شايف الموافقة مبدئية والابتسامة على المحيا أطرح عليكم هذا المشروع وهو إنشاء شركة قصيع الخليج. جلف كيميكال قصيع بالإنجليزي. وأنا جاي من اليابان مريت على إخواننا في دول الخليج واطلعتم على المشروع. الحقيقه الاخوان ابدوا استعدادهم ان يدشون معنا مشاركه في هذا المشروع الحيوي. هذا الموافقه المبدئيه. اي نعم اي نعم. راس مال الشركه؟ راس مال الشركه طال عمرك 50 مليون دولار. طيب والدفع شلون؟ الدفع بالكامل. سعر السهم التاسيس؟ سعر السهم التاسيسي 75 فلس كويت. المقر الرئيسي؟ المقر الرئيسي كندا. طيب نشاطه وين؟ نشاطه طال عمرك في الخليج وخاصه في الكويت. الكويت ارض المشاريع الناجحه. ها تفضل. موافقين؟ انا موافق. اكيد موافقين. انا واحد من الناس موافق. طيب والمؤسسين؟ ها المؤسسين لكل واحد منهم 10 ملايين سهم. ايه. وباعتباري انا صاحب المشروع فلي 20 مليون سهم بدون دفع يا اخوان. ها طبعا نظير خدماتي مكافاتي. موافقين؟ سيروا ونحن من ورائكم. شكرا. والان يا اخوان خلينا نسمع باقي اقتراحاتكم. تفضل. تفضل. حاليا عندنا تاسيس 4 شركات. نعم. انا عندي موافقه مبدئيه لشركه المحار. نعم. والاخ ابو خالد عنده موافقه مبدئيه لشركه احمسه الخليج. والاخ علي عنده موافقه لشركه قلب كيميكال قصيعها. والاخ ابو جاسم عنده اللخبه العقاريه الخليجيه. نعم. انا ارى ان السوق ما يتحمل ان احنا ننزل 4 شركات مره واحده. ما صحيح. ولا تنسون ان هالايام في ضغط على السوق من وزاره التجاره. هذا صحيح. انا اشوف اني انا بديها باللخبه العقاريه سكاتي. نعم. نوزع الدعوات بدون علم وزاره التجاره. لا لا يا اخوان هذا مو عجب. لا شوف صار مخامطه. لا 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 ما يصير. انا موافقتي قبلكم بثلاث اشهر، المفروض انا انزل مشروعي وبعدين تجون وراي. لا يا لحظه 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 لح
لحظة طول عمرك. نقطة نظام يا شباب. نقطة نظام. أخ علي. نعم. أخوي إذا أنت ما وافقتني قبل 3 أشهر. إيه؟ أنا قبل 6 أشهر ترى. إي ما اختلفنا. شو ما اختلفنا. شوفوا يا جماعة التشنجات هذه والأعصاب ما تعطينا. أنا أشوف أنا إن إحنا نبتدي بالمشاريع الغريبة وباعتبار أنا مشروعي غريب اللي هو قصع الخليج يا جماعة قصع الخليج مو شوية لأن في نواحي إنسانية ويخدم الإنسان الخليجي بالذات فأنا أرى إني أنزل مشروعي بالأول وبعدين تون وراي لا دام وصلت لهالدرجة سمعوني أنا شركتي تنزل قبلكم كلكم وإذا مو عاجبكم أنا بنزل شركتي بروحي هذا غير كلام الحاجي هذي أشو المسألة صارت مخامط كل واحد يقول أنا نزل شركتي قبل أنا موقف كل شيء بسببكم على شان هذا ما أبغى مستر ادوار طبعا انت عارف ان سوق الكويت سوق جيد وممتاز واحنا طوال هالفتره تعاوننا معاكم ممالك كبيره وانا الوسيط كنت بين شركاتكم وبين سوق الكويت والحمد لله المبلغ اللي طلعتوه من سوق الكويت ما تحلمون فيه في يوم من الايام عدل ولا هذا كله مزبوط نعم وبعدين النسبه اللي قاعدين تعطون اياها ترى مو وايد يعني لا تستكثرون العشرين بالمية علي أنا اسمي أكبر من كذي وايد أنت ملاحظ ليابو اسم طاري منصور بحظين بالسوق تشوف بيبان سوق المناخ التصافق قرقعه في البيبان تسمع يا مستر أدوار فعلا مستر دبل حظ الحقيقة حنا لما يصير عندنا الهواء الشمال نسمع بيبان المناخ التصافق 20% أنت تستاهل أنا الحقيقة معجب في شخصيتك رجل اقتصادي مزبوط بس المهم نشوف حلالنا عندكم إيش كثر الحين حاضر وممنون أنا مزهب الميزانية موجب طلبكم لكم شيك طبعاً في بعد شهر ب14 مليون مزبوط ولكم شيك بعد شهر ونص ب35 مليون مضبوط هم مزبوط وشيكين اليوم قيمة كل واحد منهم 13 مليون دخلوا حسابكم ولا لا؟ لا هذول دخلوا خوش وسلمك الله آخر شيك بعد 6 أشهر اللي ب37 مليون هذا غير الشيكات اللي سلمتوها قبل شهرين اللي هي ما بين 47 مليون إلى 52 مليون مضبوط؟ هذا كلش مضبوط حسابنا مضبوط وياكم والله مضبوط أنت مستر دبل حظ تسلم الحقيقة أنا ما كنت أفتكر أن في الكويت هالشكل عقلية اقتصادية نعم أنا قبل ما يجي الكويت كنت مفتكر الكويت خيمة وعلم وبترول وبعيرين وبعد ما شفت الكويت بعيونك لا بعد ما شفت الكويت هذه الكويت صل على النبي هذه ديرتكم وفيها اللي نبي لا ارقد وامن واحنا ايضا فخورين جدا ان انتم تعاون مع اخواننا الاجانب لان انتم يا الاجانب ايضا ماخذين على العرب فكره ثانيه انهم ناس اغبياء فارجو انكم تعيدون النظر وتقيمون الناس وهلا هلا بالسوق نرجع للسوق مره ثانيه اللي هو سوق الكويت نعم. انا ارى يا مستر ادوار انكم تضاعفون المبالغ اللي تشتغلون فيها اي نعم لانني في الحاله انتم تربحون واحنا نربح والكل يربح في العمليه هذه كلام سليم بس نعم. الحقيقه احنا اهم شيء عندنا انا جاي مخصوص علشان نسحب جميع شيكاتنا اللي عندكم الميزانية كلها عشان نعمل ميزانيات في مطلع السنة الجديدة ندخل عن طريقك في 1 مليار لأن سوق الكويت من سبق لبق حفظها هذه من سبق لبق هذه دولية احنا نسلم عليكم طيب اوكي حياك باي باي يا هلا مستر ادوار اهلا مستر منصور نعم سلم على الربع في الصليبية حافظهم
مستر ادوار سلم على مستر هايز. اوكي. وعلى دربك مستر تايز. يا هلا. حياك الله. يا هلا. الو معاك منصور بحضين. ابو بدر يا هلا يا هلا. ما يخالف خوي، جيب البونات وجيب الخرائط والملف كل شغلك جيبه وتعال. اي نعم، لا ماني طالع من الدكان، انطرك انا. السلام عليكم. الله يعطيك يا ابو. عمك عمك يا منصور. عمك. اسف عمي اسف. سامحني عمي ما عرفتك. الله يسلمك. لا تلومني عمي، سوقنا هني ما تعرفه. الطرار من المعذب، الكل كاشخ. لا اله الا الله. يا هلا بيك. يا حي الله من يانا. الله يحييك يا ولد اخوي ويطلع فيك البركه. الله يبارك. وان شاء الله اشوفك حج بيت الله. قول امين. امين. الله كريم. الله كريم يا ابو. الو نعم. اي ابو خالد كم الكميه يبا؟ 4 ملايين، اعتمد 320 فلس مده 4 اشهر. لا خوش سعر. لا لا خوش. لا تنساني عمي بس. لا وخلد. لا لا بينك وبين السبع ابو بدر يستاهل. ما خالف ما خالف يستاهل ابو بدر. يا هلا. الله بالخير. سوقنا يا عمي. يا هلا يا هلا. هلا. هذه البونات طال عمرك. وهذا ملف الشركه. اي ترى احنا استلمنا من المهندس كل شيء. استلمتوا كل شيء؟ كل شيء. اها. إيه وانا فرشت السجاد وركبنا الستاير. ايش بقى بعد؟ بقى الاثاث والمكاتب بس. خوش الاثاث المكاتب الطلبيه جايه بالطريق كلها شهرين شهر شهرين بالكثير وكل شيء يوصل. خوش. على خير ان شاء الله. طيب. الو نعم. هلا ابو يوسف. اي نعم موجود. لحظه ابو يوسف. هلا ابو يوسف. اي مثل ما وصيتك. الكميه اللي عندك 5 ملايين اعتمد 6 اشهر اخوي. 620 ايوه هلا. طيب. اي موجود يبا لا تصارخ. يا منو؟ هلا زاك. ابو عبد الرزاق. وليش حمقاني يبا؟ انا ادري عنه يا اخوي. عدل عدل كلامك. لكن اين اللي خلصها ابو بدر السبع؟ جبت القسيمه لكن خليتها تولي. قول راحت يبا. يبا الخير بطريج يا حبيب. خلها بغيرها. اي موجود. أوكي. موجود. يا هلا. الو. اي لا تصلي فيني بعد شوي، انا ما اقدر احاكيك الحين. عمي عندي. روح اخذي لي تبيل ودزي لي الفاتوره. يلا يلا حياك الله. سوقنا عندي. الو نعم. اي كم الكميه؟ مليونين. شهر ونص. لا الو نعم. الو الو منصور موجود؟ ما اسمع. منصور موجود؟ اي موجود. خذ خذ يا منصور خذ. الو نعم. الو منصور. نعم. قوة منصور. هلا ابو صالح. من ابو صالح؟ اي ابو صالح انا حاكيك. حي الله ابو صالح. اي ها ساكن عليك. القسيمه هذه اللي تقول اللي تقول ايه ها معلوم. على كم شارع؟ متى اشوفك؟ على كم شارع؟ على شارع الفلاجات. ها ما علينا متى اشوفك؟ اعتمد الساعه 7:30. حياك الله. سوقنا عمي. ما يخلون ما يخلون ما يخلون ما يخلون. ودي اسالك. تفضل عمي. بس مستحي يا ولدي. لا تفضل. انا من قاعد عندك لين الحين وانت كلها اعتمد وشريت واعتمد وشريت. كانك بتشتري الديره كلها. ما اشوفك بعد شيء. يا اللي اشتري اليوم باكر دبل. تاكد يا عمي. عسى عسى الله يرزقك يا ولدي. بس يا ابوك الله الله بصحتك. اي نعم. ترى الدنيا ما تسوى. والله صحتي شوفت عينك عمي. صان مقعد ما كل العافية الحمد لله. احمد ربك على النعمة وصونها والصلاة عماد الدين يا ابوك. طيب. اعمل خير وقطه بالبحر. ترى طيب. الدنيا زايلة ما يبقى فيها الا العمل الصالح. ايه والله العمل الخير ما حد سابقني عليه من زمان وانا اسوي خير وقطه بحر. مع ان عيب الواحد يقول هالسوالف لكن انت تخلي الواحد غصب يقول يا عمي الله يهداك اللي علينا سويناه. حق الآخرة يا أبوك. الله لا نقصر. اي هذا الزين. اي وحد ما تقدر. نعم. ساعد الفقارة واليتامة. يا عمي عيب الواحد يقول السوالف. أنا أبو الفقارة واليتامة ما حد كثر يساعدهم. أنا أتحدى وزير الشؤون. وزير الشؤون خلي يجيب الكشوفات اللي يصرفها الإعانات اللي يصرفها للناس وأنا أجيب كشوفاتي. شرط كشوفاتي أكثر من كشوفات وزير الشؤون. إن عم أتحدى الله يهداك. حق الآخرة يا أبوك. اعمل خير يفيدك في اخرتك. مثل الشيك المصدق. صحيح. مضمون 100%. ترى الدنيا فانيه ما تسوى يا ابوك. عمي الله يهداك ما قط مره جيتني الا يا ناصحني يا قول لي شيء يونس عمي. لا تجيب طار الموت والدنيا فانيه والحج اللي يضيق الخلق ما احبه.
عمي ونسني انا فيني بقى فيني غلقه يا عمي ونسني ضحكني على سفراتك مصر قل لي نكته يا ابوك قزرت انا على سفراتي ماكو من الشقه لما ابو الهول من الشقه وانت رايح ابو الهول نكت وانا سلهني على يدك اليمنى علينا الحكي يا عمي السلام عليكم هلا 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 لا تخربط ترى اللي وراي عمي ها لا يدري بك جزاك الله بخير حجي يا الله بالخير يا ابوي سجاد سجاد خميس حط قهوه قهوه يا خميس تعال تعال يا سجاد يا عمي شمال قطعه هذا عبد دينار ها عبد دينار خير عبد دينار كشاني هذا كشاني أصلي أصلي أكيد نظرت وحظين نعم عاوني يقول كشاني هذا إيه الحين عن حط عمي حط عمي كشاني يقول كشاني الحين نعرف شيل غدرته كيف شيل غدرته كشاني إيش اعتمد على كشاني ما تقول من سوالفك يا مصر يسألني أنا على كشاني شتاير المسحوك أنا هذا كشاني 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 المهم ورده موصتني على قطعتين ورده اي يمكن تبيهم حق المدخل اي المدخل والحمام اي عادي خذهم نفس النكشه ونفس اللون مثل اللي انا اخذته حق الجماعه ان شاء الله امي ان شاء الله امي ان شاء الله شوف يجيب لنا ثلاث قطع غير هذه وعطهم الفراش وديهم السياره خلاص اي ان شاء الله ايش عليك طايح بربيع لا حد يكاسرك لا حد ينزل لك عمي ابو حسين هذا السوق مالك فلوس واجد واجد فلوس عمي بس يا اللي عارفه الكل طمعان بس والله يا ابو يا هلا لكن ورده تستاهل تستاهل ورده تستاهل ورده اي ام عياله هذا الرجال الطيب اللي ما يسمى عياله سلم لي عليه شو عيالي ورده ايه عيالك انت بالزل اول ما طاح البقع شرى له كيل وبقع 700 دينار لا اله الا الله لا اله الا الله شو الكذب هذا هلا زين ما علينا ما علينا من ورده الحين متى اجتمعنا في الخليج يا كثر ما تنسون انت ولا بجر بالصوم صاير يوم الساعه 7:30 لازم نكون متواجدين اليوم عندهم اليوم عاد اي عندي شغل مهم اليوم وش عندك بالشغل ما يخالف ابو حظين متاخر ساعتين عليك إيه متاخر متى ما يطرنا طيارتنا وكيفنا شني طيارتنا وكيفنا ننطرك يا شي شيء ما شابه هلا ليه ابو حظين ايرلاندز كلش مي راكبه يا ملعون اللي سمعك يقول ما كنك طرت فيها مع السيجار والبدله ها اي ابغى نطير يلا هذاك وين شايك انت الحين شاي الحين يا هارون عطنا شاي هارون أنا ما خليت مكان بالسوق أدورك وانت هني قاعد عند عمي بحظه ايش عندك؟ عندي مجمع دخل السنوي 130 ألف دينار والريال كاو قاعد عندي بالمكتب قم وقع البون وإن شاء الله يبي نقدي أقول لك وقع وامشي نقدي أسهم مقابل مدة مالك شغل بو بدر بو بدر خلي الريال يشرب شاي يا زين الله يهديك يا عمي منصور أصل قطع أرزاق الريال يا رزق الحاج الله يهديك قوم يا عمي علي أفعالك قوم بس موصيني على المجمع من شهرين صار يا ابو بدير شفت يا حجي شفت دلال والسحر ما نقدر عليهم عاد هذا كبير هم اللي علمهم السحر ابو عيون مبققه هذا اللي كنا نعمان رج ملسون يا طالع ايش عليك ابو بدير اقول ابو حظين نعم ابي سوسن المضيفه ويانا بهالرحله ونسيت الحجي يقول لي الجو زين قلت له ايه الجو زين يا ابوك يخاف من الطياره صرايات هالايام اي خوافه الله يستر شفت شلون عمي سوقنا الواحد ما يقدر يحك راسه وانت قاضب علي ليش ما تمرنا الديوانيه ليش ما تمرنا الديوانيه ما اقدر امر الديوانيه ما اقدر شغل وايد شغل من زين ديوانيتك عاد ايه الله يكون بعونكم يا ابوك شغل عندنا وايد اقول ولد اخوي الا ما قلت لي وسويت مع ام عيالك اي ها؟ على حطة ايدك عمي افرا أيوة. تراك غلطان يا منصور صار لك سنة ما مرت عليها صعبة ما حد يسوي مثلك لا يا منصور هذا مع عيالك طال الزمان ولا قصر تحملتك يوم انك حافي ويوم الله اقناك تيوس عليها ولبسته افا بس افا عمي ماني اول واحد ولا اخر واحد تزوج على مرته مرة راسها يابس ما اتفاهم مولية عيست منها ماكو فايدة لا وطلعت لي طلعة جديدة هالايام روح يا منصور وبعتني بثمن بخس بخس ما ادري من وين جايبتها بخس على بالها لو قالت بخس تصير حلوه بعيني ما تلام يا ابوك اللي فيها كافيها لا بالله من يلومها ايش اسوي لها يا عمي عيست منها قلت لها يا بنت الحلال انت العزيزه انت الغاليه اللي تامرين فيها انا حاضر تقول روح ما ابي منك شيء ما ابي الا رضا ربي ايش اقول لها رضا ربها امرك لها من الدنيا كلها ادلي عليك ولا انا اشوفها يا ابوك انك تموت
تكبرها وتراضيها وتطيب خاطرها. ترى واجب خلك عاد الوصف يا منصور. ان شاء الله بمرك عمي اذا فضيت ان شاء الله راح امرها. هي اللي حلت المده السنه الجايه يا عمي. هل عندك يا منصور؟ عمي والله ما قط مره جيتني بشيء زين بشيء يونس الله يهداك. كله حاط علي كله ناصحني على هالنصايح وعلى هالفهام اللي عندك بعد. لو بستفيد شيء قل له ما يخالف، لكن اشوفك هل انت للحين تبيع اباريج وتبوب؟ شنو هو؟ والله وتعايض بيع التبوب يا ناصير؟ انا ما وش قالوا لك؟ ابي عرق، انا الحمد لله راضي بعيشتي، لا حد ابي مني شيء ولا انا محتاج لحد. لا ما حقيت تطلع منك هالكلمه القاصيه يا ناصير. تسمعني؟ لا يبا لا تختار في هالبيستين اللي عندك، لا تغير على اهلك وجماعتك، وثمن كلامك مره ثانيه. تراك ما انك صاير اقرب من قارون اللي بفاتح خزاينه ما يشيلها 20 بعير واربعة عشر بغل. يا البغل اسمعني روح يا عمي. ايش المهم عليك ابن يصير ايش المهم عليك هذا اللي جايك بشيء ما ادري ولا قدرت يا ابن يصير. عمي بحط لي بغل عيلان ايش اطلع. شغلك مو عامل يا صبي. وهبك وهبك مع جماعه يا علي. الله وين عمك يا صبي؟ عندي طلع ويا عمه. زين هات شاي. طيب فرهش فرهش كيف طالعين البر حق العارض. ها صبي هلا. ايش رايك لو نحرك السوق شوي يا اخوي؟ خلنا ننطر منصور. زين منصور ليال يجي شويانا. يلا علي ايش تبي تحرك في السوق يا اخوي؟ السوق اصلا بروحه باب. ما ادري شلون صاخي ضيق الخلق. ايه ايش رايك لو نسوي بيعه بيناتنا؟ قول كذي هذا. قول انك تبي تسوي بيعه بيناتنا. يلا يلا ايش عليك؟ ايش عليك؟ على على هزيوز. لا هزيوز ما عندي منه. ايش عندك؟ عندي يا طويل العمر طبيه والدواجن. طبيه والدواجن زين. حط سعر. ايش كثر الكميه؟ كميه 5 ملايين دواجن. 5 ملايين دواجن ها؟ بيه. يلا حط سعر. انا حط 50 فلس. 45 40 37 حط سعر زيني. 35 30 20 15 حط. اشتري ب 400 وبيع ب 415 بعتك. حلو حلو حلد. لا لا لي وانا انت تعرف ناخذ وحده فاكر انت مقدر على عينك يا ابو ليش ما تجي ما سمعش يقول. استحوا لو يكم استحوا. شلون صار انديات هني؟ انا ما اخذت دلاله عمي علي وهو قاعد صارخ. احنا قاعد نستقبل ما يوتوا قاعد تصرخون. البيعه هذه حق ابو بدير والبيعه الثانيه اللي كنت يا ابو حسين. بمرك خلصنا؟ بمرك ابي علي شكرا يابا. انت اصرح مكتبكم. يلا 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 موسى يلا يلا حط سعر بعد. ايش عليك؟ على الساحل. الساحل الكميه؟ نفس الكميه 5 ملايين. 5 ملايين الساحل. يلا حط سعر. حط انا حطيت. الدور عليك يعني. الدور علينا. 5 ملايين الساحل يا طويل العمر 20 فلس. 18 15 10 حط. اشتري ب 300 وابيع ب 310. شريت. الله الله عم الساحل 300 الساحل. الساحل 310 مليون الساحل. عمي علي النسبة لي ترى 280%. هاي نسبة يا ابو بدير خلها على الله. ضاعت النسب. ايش تبي نبيع 20% ولا 30% مثل بعض الناس؟ السوق لنا وانت بخص. انا ادري انا اقصد انتوا ما سويتوا شيء. انت بعته وباعك. شو ما سوينا شيء؟ ما حركنا لك السوق. ما تسمع الدلالوه. عطنا المبخر يا صبي. الله عمي قصدي انتوا انتوا يا عمي ما استفدتوا شيء. يبا ما لازم نستفيد يا ابو بدر. المهم ان احنا نفيد اخواننا صغار المستثمرين. هل نويتش والدلال وهالفقاره هذي اللي خفيفه؟ اي عاد الصخ قلب اروح على صغار المستثمرين. من هذا؟ الحمد لله ما تشلخ الصيف. بلخ الصيف. يلا راح اشوف الربع. يا ماما سيدي. الله الله يا سلام. ايه هذا البخور صدقنا بخور طيب. ما قلت لي هذا منين؟ هذا من امه. هذا من انتاج مزرعتي اللي بحيدر اباد بالهند هناك. اي شايف هذيك المزرعه غابه. مي مزرعه؟ اي
تذكر الفيل الصغير اللي لحقني؟ اي فيل صغير اللي ايه لحقني. الفيل اللي شنقلك بخرطومه. استر على موايات وجهك. عمي علي ما عندك اسرار مولي يرفع عليك بس. استر عليك يا قلبك فوق حجر. الله يهديك. السلام عليكم. هلا ابو مرزوق. هلا عمي علي. يمناك الله بالخير. يا دمناك يا مفتلت خير ان شاء الله. جايكم عمي كيف حالك؟ عامر عسى عمي يا سخي يديك موجود معي. ايه موجود موجود موجود. ما شاء الله الهوامير كلهم بالسوق، العمام كلهم موجودين، اللهم زيد وبارك. خير ان شاء الله يا ابو مرزوق. خير بويك عمي علي. اقول عمي عسى ما نسيت اللي موعدني به. ها شو وعدتك لي؟ يا نسينا عمي، ما بقى شيء على السفر ولا هالحاجزين. هالحاجزين وين بيروحون؟ والله لحال بيروحون بانكوك. لا اختربوا عيل اختربوا. وانا والمدام بنروح لندن اكو غيرك وغيرها بعد. اخذ حالكم. طرار بيصيف بلندن. هذا كله من خيركم وخير سوق المناخ اللي عام على الجميع عمي. ايه حاضرين حاضرين يا ابو مرزوق. مالك لطيبه الخاطر. كفو. 5000 دينار كافي؟ 5000؟ اي كافي. طلب عيني مثل ما هو الحي. عيل ايش تبي؟ 5000 شو تسوي عمي علي؟ مو تدري ابزرع عيون؟ ايه؟ وراي مصاريف مستشفى؟ ايه؟ مصاريف اليهال؟ ايه؟ ولا تنسى بعد تالي الليل بلاي بوي. اليهال بانكوك ولبو بلاي بوي. لا كدنا خير. شوي. اقول ما قلت لي يا ابو مرزوق. عمي على اي رقم تحط؟ والله عمي ساعات على 03 12 15 32 35. هذا حط على رقم يا شو. ها قلت تقلدونا. حاضر حاضر يا ابو مرزوق. مالك لطيفة الخاطر. تسلم. مر الساعه 5 المكتب. ها الصبح الصبح اشتغل خباز عندك انا شنو. 5 المسيان 5 دقيقة ما تلقاني ترى. حط بالك. بارك الله فيك. سخي استلم استلم. عسى الله يديم سوق المناخ عليكم. عسى الله يخليكم يا ربعنا ويخلي سوق هالمناخ اللي ما خلى احد. الله اكبر يزيدكم يا ربعنا. عمي سخي عمي ديت مو هني بموني تو طلع. يا طلعت روحك عشرة من هذا ابو بدر الدلال. نبي والله ما قالت انت المترس. لا انا عارفه من ريحته. هذا ابو خوره. هذا هو موجود اكيد. اطلع كهم. هلا عمي. هلا عمي سخي. هلا عاد لا تنسى السنترال اللي موعدني فيه. يلا بالله لك خلق يا ابو ناصر. طرار وبركب سنترال. وانا طالب من بيت ابوك. طالب من بيت ابوك يا اخي. على انكم حاسديني يبا وايد علي يعني. اعتبروها حطه من حطاتكم على نمبر 6 نيبرز. يستاهل يستاهل. الله يديم سوق المناخ عليكم. عسى الله يخليكم يا ربعنا. ما قصرتوا يبا يا زينكم والله. عمي فهد ايش دعوه تنحش عني. هلا 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 ابو مرزوق. هلا عمي كيف حالك؟ الله يسلمك. سامحني ترى ما شفتك. لا لا انا شفتك. خير يا ابو مرزوق؟ لا خير عمي. هذا الكشف اللي قلت لك عنه مال سامي عن شركتكم المقبله الجديده. حاضر على امرك. اي كالعاده عمي لا تخلينا هذا. ولا يهمك. بارك الله فيك. ولا يهمك. الله الله شنو؟ ومرزوق عمي الله يطول لي عمرك. انا قايل لك جيب لي اسمين. هذول 10 شو اسوي يا ولد عمي؟ هذول عيالي وعيال اخوي. مو تدري اخوي بالسجن ولا كوكادوت غيري. انا اللي كنت عليهم بس. اقول بس عسى عندك تغطيهم. تبي اكتب لك شيك؟ لا 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 بس بس لا لا بس يبا ايش دعوه؟ يبا تغشمر وياك خلاص. بديك الدعوات ولا يهمك. عسى عندك تغطيهم. طايح من عينك. إذا كان تليفونك أندرويد دش على البلاي ستور اكتب تلي نزل الأب واستمتع بمشاهدة أحلى أفلامك. تلي على الأندرويد والآيفون والموقع tally.com. نخوة مناخ. الله يا نخوة.
نخوة يوم اللي ما شوفك فيه يوم أسود بالنسبة لي، مثل بعض الأيام اللي تمر علينا بسوق المناخ. تمر عليك أيام مهزلة بسوق المناخ؟ تمر. مثل أي يوم؟ تذكر منهم يوم؟ أذكر. أذكر ذاك اليوم اللي طلع قرار من وزارة التجارة بمنع الأسهم الخليجية. هذا بالنسبة لنا يا ما يا نخوة يوم أسود. المناخ ماخذ عقلك يا مناخ. والله حشا والله ما حد ماخذ عقلي غيرك. لا 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 يا مناخ، أنا عرفتك الحين. ليش؟ عرفتك على حقيقتك. أنا؟ إيه. عرفت إنك ما تحب نخواك. أنا ما أحبك. إيه. ولا كل ما تصل فيك تلفوناتك مشغولة. الظاهر إن لسه ما خدتك مني. حشا والله يا نخوة حشا، مشغول بالسوق والقلب عندك. يعني تحبني يا مناخ؟ ها؟ تحبني؟ حب لك كبير. إيش كثر تحبني؟ حب لك كبير، كبير وايد كبير. شايف هالبحر شو كبير؟ أكبر من البحر حبك. هنا حب لك يا نخوة، حب لك حب المزيني لصاعد 100 فلس بيوم واحد، حب لك حب مجموعة الشارجة لفرخت، حب لك حب البنوك لربحت، حب لك حب العقارات لمنحت، حب لك يا نخوة مو حب رفيج، حب لك حب الدواجن واسمنت الخليج. متى تزوج يا مناخ وتحطني بكوخ ورا سوق المناخ؟ إن شاء الله أول ما يحل شيك الأولي بو 5 ملايين خلاص استلم الصوب ونعلن زواجنا من الصوب. متى يا مناخ؟ متى؟ كلها شهرين، اول التاسع وخالصين ان شاء الله. انزين ومهري؟ مهر ايش فيه؟ ايش كثر؟ اللي تبين 50,000 100,000 200 عضري. فلوس؟ اي. لا 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 انا ما بفلوس. ايش تبي؟ لان الفلوس وسخ وانا ما بوسخ حبنا بالفلوس. ما تبي فلوس؟ لا لا. هاي سرد اقدم لك هديه بمهر زواجنا يا حبوي. مليون الرئيس. اي. ومليون لمزين وبيت بالضاحيه واحطك بعيني. بس ها وايد؟ لا مو وايد بس. قول ما تحبني. نخوة يا حب اللي ذيك اليوم يكبر. يا مناخ الروح 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 يا حب الكبير. وينك انت والله لما شفتك اخسر، غيبتك عني غيبتك عني غيبتك عني غيبتك عني غيبتك عني ترجعني فقير. انا ولا انت اللي ذي طبعك تغير، سلك مو تطير تنك اللي طول عمره ما تبخر بس تبخر واحترق. لا ما يصير احترق في نار حبك وتحمر وتحمش لك مثل خبز الخمير. كلها ركضه وماكو راحه شلون تقدر، كلها طاير صدق انك مو بشير مو بشير مو بشيرك فوق نور سرايك افتر. احرق جناحي ولا اقدر اطير، انا من حق راكض وانت اخبر. باجر تلبسين الماس وحرير، باجر نحقق املنا وانت طوار، نفرش الديباج ونقط الحصير واشتري لك باخره حق طلعت البر. منك قط طقت مصير. والزواج شلون؟ شي ما قد تكرر ما علمك. ليش علمني شي يصير؟ اولا زينة تشب من غير متر، اسحب نجوم السما بامر الوزير، وعربانا من ذهب في جد مختر لازم يرونها درزا حمير. اولا زينة تشب من غير متر، اسحب نجوم السما بامر الوزير، وعربانا من ذهب في جد مختر ولازم يرونها درزا حمير. والاكل من هالدواجن ما تيسر، والذبايح قولي 500 بعير، والمشاريب اسطروا
خمسون تنكر من عصير أشكال شجلنا عصير يا حلاتك عاد عاد لي قمت التغشمر خلا كمل واسمعيني للأخير قصر في الدب الأكبر ولا في المريخ ونصعد بالأذير نصعد ونصعد مثل سهم الكلنكر له صعد بالسوق تسمع له صفير وكلها أيام واجبنا تصبر أجيكنا اللي بالأجل حجمه خطير لبني لك قصر فيه دب الأكبر ولا في المريخ ونصعد بالأثير نصعد ونصعد مثل سهم الكلنكر له صعد بالسوق تسمع له صغير وكلها أيام واجبنا انتصدها أجيكنا اللي بالأجل عجبه خطير بنت صبر خمرك مطاع قولك اقنعني ولا عندي دفاع بنت صبار يا منا خمرك مطاع قولك اقنعني ولا عندي دفاع يا انا خوخو انا عايش في صراع بين حبك والسهم تفكيري ضاع يعني حبك والحكي هذا خداع لا يا نخوة خلني أشرح لك سماع من شعاعك أنا جمعت الشعاوة ومن شعاعك أنا لمعت الشعاوة وانت زودت السعر والكل باع ومن بياضك شب على بياض مرتفع ومن بياضك شب على بياض مرتفع والفتيرة فجرت حبك وشاع ومن خوامك هزيع والصار قاع ومن قوامك هز يا وزارك وانت صرفت بقدر المستطاع نار حبك نخوتي تلسع لساع من حرارة هالحديد الصلب ما بالتجارة ما يفوز إلا الشجاع نخوتي حق الفقر قول الوداع الخردة حلوة وانا عندي ثروة سوق المناخ مسويها الخردة دلوة متروسة حلوة واللي يقلب عراويها لا رويها الخردة حلوة وانا عندي ثروة سوق المناخ مسويها الخردة دلوة متروسة حلوة وين اللي يقلب عراويها لا رويها أنا معاك يا أبو عبد الرزاق لكن كل شيء بحدود المعقول بس 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 شوي 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 عرفت عرفت بس يا سعادة الوزير طال عمرك الشركة اللي احنا مؤسسينها يعني مو ناس وهميين ناس من أكبرها واسمنها من عيال بطنها طال عمرك لا تحاول تقنعني يا أبو عبد الرزاق أرجوك رجاء حار أنت أخ عزيز ولازم تقدر الظروف قرارنا اللي اتخذناه لصالح الجميع إذا الحين يا أبو محمد نعم. يعني شو المطلوب الحين دراسة متكاملة ايه؟ وتقرير شامل عن نشاطات الشركة ايه؟ إذا كان شركتكم تستحق أنها تتداول بالسوق بموجب الشروط المطلوبة ايه؟ أنا ما عندي مانع
الله يهداك بس. الله يهدى الجميع. الله يهداك يا محمد. الله يهداك بس. يعني الحين ايش حق يعني ايش معنى شركاتنا احنا بالذات؟ ما في شركات قبلنا نزلت بالسوق وهذه اسهمها تتداول طال عمرك. تاكد يا اخ ابو عبد الرزاق ان الشركات اللي نزلت بالسوق في لها دراسات مسبقه عندنا. لا تهدى انك شركه تنزل السوق واحنا ما ندري عنها. احنا هنا شغلنا نراقب السوق ونحافظ على مصلحه الناس. اي بس هنا يا ابو محمد قررنا في جلستنا الماضيه نعم. ان احنا ننزل شركاتنا بالسوق تتداول وخلصنا. الله يهداك يا ابو عبد الله. شو نسوي شو نسوي يا ابو محمد؟ انتوا تسوون كذي؟ اذا احنا وياكم ما نتعاون ونحافظ على اقتصاد البلد، عيل من هو اللي يقوم بهالمهمه غيرنا؟ رجاء يا ابو عبد الرزاق مثل ما قلت لك من البدايه. ايه؟ غير كذي ما اقدر، اسمح لي يعني. انا هذا اخر الكلام. حياك الله. زين حتى لو خلينا ابو طلال يكلمك في الموضوع شوي. ايه فزعه. لا ما يفزع بس عشان يعاوننا يعني. ترى انت ويا ابو طلال واحد، انا ما افرق. ها احنا ويا ابو طلال واحد ما تفرق. تبعدها لك مره ثانيه يعني؟ لا ما الله يهديك. بس لا اشتهيت يا بعد رجال. على كل حال يا ابو محمد يعني عشان لا تزعل يعني ترى بروح اسجلها الشركه، بروح اسجلها في لوكسمبورغ. والله انت حر حلالك، ان بغيت تسجلها بالصين بعد. اي خباش تزعل ولا شيء تسمع. لا 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 خباش سبحان الله. الو نعم. هلا ابو احمد. يا هلا ما شاء الله عمرك طويل يا اخي. توني ناوي اتصل بك الحين. ايه ايه مبروك وافقنا على الشركه. الحين مرتاح؟ عادي يبين بعينك. يلا عاد اختاروا لها اسم. شنو؟ شركة الطبل الذهبي. الحين انتوا صفيتوا الاسامي كلها ورديتوا على الطبول والطيران، علامكم انتوا فيكم زيران. انزين انزين كلمني مرة ثانية. ايه ايه ما يخالف حاضر. السلام عليكم. حياك الله. السلام. اهلا اهلا وسهلا. الله يخليك سيادة الوزير. اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا بخير. اهلا يا سيادة الوزير. اهلا يا مرحبا. كيف صحة؟ مونيتش وابو سامي والاخوان كلهم. ونعم. يا اهلا وسهلا. تاخرنا عليك شويه. انتوا قاعدين عند ابو عبد الله. ابو عبد الله قال لي قبل شويه. تفضل تفضل. الاخ قلت الديج؟ اي اي علامك يا ابو. هذا سريع 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 سريع. مبتهر اول مره بحياتي اشوف وزير. عادي عادي مثلك مثله ما في شيء ترى. وزير. اي وزير. اي وزير. يا هلا. يا مرحبا. هذا الاخ الديج؟ هذا الديج. نعم هذا الديج. هذا الديج نسمع عنه يصرقع بالسوق. لا هذا اي نعم لا صرقع بالسوق هو اللي يحرك السوق كله. اي نعم اي نعم. لا معروف عندنا والله. نعم من لطفك سعاده الوزير. الله يسلمك. حيا الله. شو يشربون الاخوان؟ والله الحقيقه مدير مكتبك ما قصر. ابو عبد الله عطانا شاي ودارسين وحامض وزعتر كل اللي عنده عطانا مره واحده. الظاهر بيمشي الظاهر بيمشي. عوافي. الله يسلمك. حيا الله الاخ منصور. الله يحييك. شو اخباركم وش اخبار السوق؟ والله سعاده الوزير الاخبار عندك. والله الاخبار البايته عندنا، لكن الحيه والطريه عندكم يا تجار. الله اكبر. شوف العظمه. شوف 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 التواضع يا اخي. قمه التواضع عند هالرجل العظيم. يقول الاخبار البايته عندنا. والله العظيم. مو كذي عاد، هذا وزير ابوي. لا مكتب وزيره مو سوق الحمام احنا. لا سعيد الاخ وديتش. وايد سعيد. انا اللي سعيد. فرحان بشوفتك. الله يسلمك. والله سعاده الوزير. نعم. انا اللي بقوله انك انت المسؤول الاول والاخير عن السوق هذا. ما في شك. كل صغيره وكبيره انت اللي تدري عنها طال عمرك. وعموما يا ابو محمد الامور جميله. نعم. دام التثمينات ماشيه وتراخيص المقفلات هم ماشيه، فالامور بفضل الله وفضلك جميله الحمد لله. جميله جميله الامور جميله. نتمنى ذلك. شيء تمام. بس اخوان انتم ملاحظين ان ارتفاع اسعار الاسهم ظاهرة غير طبيعية. سعادة الوزير بالعكس ظاهرة طبيعية جدا. اقتصاد البلد متين وهمة الشباب إن شاء الله وتشجيع من الحكومة. نعم. بندفع عجلة الاقتصاد إلى أعلى مستوى. قولوا آمين. آمين يا رب. الحمد لله. إحنا ليش يعني الإمكانيات موجودة والشباب موجودين والتشجيع موجود، ليش إحنا اليابانيين أحسن منه يا سعادة الوزير؟ ليش؟ مع إن إحنا أحسن منهم كثير يعني. اليابانيين كل واحد منهم حاط له نملتين بوجهه ليه؟ وطالعيننا طلع كل شوي طالعيننا بشغله جديده، مره فيديو مره ما ادري شنو مره تلفزيون غير. ليش واحنا العيون مبققه على الطلع؟ بس متسبهين وقاعدين نطالع العالم الصبح ولا نطالع. ليش ليش
شوي تشجيع منك سعادة الوزير وشوي همة من الشباب نتبع اقتصاد البلد الى اعلى مستوى. قولوا امين وعدل يا اخوان. حاضرين والله. عدل عدل عدل. بارك الله فيكم. تسلم واجد. بس اخوان انا عندي بعض الملاحظات عن السوق. اخاف اني اقولها لكم وانصحكم وابتنش مثل العاده. يعني شلون سعادة الوزير؟ تردون علي هذا حلال لو كيفنا. وين في احنا؟ انت خاف من جاب البيب متوه. هلا جنيتي وزير. يا هلا سعادة الوزير. هلا وسهلا. الاخ بوديتش مو مصدق للحين. لا لا هذا هو هذا هو يا اخوان. والله سعادة الوزير اذا كانت الملاحظات اللي تفضلتها جوهريه نعم احنا نتقبلها برحابة صدر يعني. هنا والله يا الاخ ديتش الحقيقه ما اخذ اللي على السوق وايد يعني. على وين سعادة الوزير؟ اولا كثرة الشركات الخليجية هذه واحدة. كثرة ثانيا الصفقات اللي تنباع بالأجل بنسب عالية جدا. نعم. ثالثا أسعارها المكاتب الجنونية اللي وصلت إلى درجة غير معقولة. عين معقولة يا أخوان؟ معقولة يا أخويا أبو حظين؟ نعم. دكان ينباع قفلية بعشرين مليون دينار. إيه؟ هذه وصلت والله. ترى سعادة الوزير كلامه عدل. عدل يعني بالغوا الربع في هالدكان هذا. 20 مليون خذ. لا لا سعادة الوزير كلامك بمحله. الدكان انذبح نفسه 18 مليون بس يعني. نعم بس هذا حده ما يسوى. اخو منصور. نعم. انت تقول كذي؟ ها حرام عليكم يا جماعه لا تركسون النعمه بريولكم. ترى النعمه زواله. اذا كان سوق المناخ برمتها ما كلف انشاء 6 ملايين دينار، الدكان ب 18 20 مليون. شلون يصير كذي؟ لكن بحكم ان التجاره حره في البلد الحقيقه ما حبيت اتخذ القرار لان السوق يجمع شريحه كبيره من المجتمع والمصالح متشابكه. اي مهم اللي نقوله. اي نعم. انما انا الحقيقه من موقعي هذا. اي وانت من موقعك هذا. اي اسف ساعه الوزير. يعني اقول لك قصدي اقول لك انا من موقعي هذا نعم احب انصح واحذر الاخوان اللي انتم منهم نعم المحافظة على اقتصاد البلد. والله ارقد وامن يا سعادة الوزير. اقتصاد البلد متين وعلى قولة الشاعر يا جبل ما يهزك ريح يا سعادة الوزير. شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول يا جبل ما يهزك ريح يا سعادة الوزير. ولازم كذي اخرها اخر. عدل كلامك يا ابو حظين. لكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. والله هذا رايكم انتم المسؤولين. لكن راينا احنا التجار نقول زياده الخير خيري. 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 يعني احنا نقول خلي خلي شيء راهي راهي غرقه غرقه زياده الخير خيري. هذا رايكم زياده الخير خيرين. يلا زياده الخير خيرين. خير. خير. قبل شويه قاعد اقول لكم اخاف انصحكم تردون علي هذا حلال نفس الشيء يعني بالضبط. لا 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 زعل زعل. لا 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 تخاف يا ابو ديج هذا الوزير الوحيد اللي ما يزعل. اي نعم. عاد انتوا لا تروحون بذاك الراي. ترى ابو محمد اخ حبيب يحب ينصح بس. قولوا امين بس. عسى الله يخليه ذخر لهذا الوطن المعطاء. قولوا امين. امين يا رب. قولوا امين. امين يا الله. منو انا دوري؟ قولوا امين. منو ابو محمد؟ اي نعم. والنعم والله ابو محمد اصلا انسان لا باع طويل في مجال التجاره والاقتصاد. لا الحين انتوا تبون رجل اقتصاد؟ نعم. لا تروحون بعيد. لا تروحون بعيد والله سعاده الوزير. انك روعه سعاده الوزير والله. سعاده الوزير طالت السالفه يابا. شو اخبار رخصه شركتنا؟ شركتكم؟ اي رخصه شو اخبارها؟ انا اتذكر اعتقد اني طلبت منكم مهله علشان ادرس المشروع وهالشكل. اي بس يا ابو محمد انت قلت المهله خلال اسبوعين والحين صار لنا شهر الله يطول عمرك. طالت شوي. طالت شوي. شوي طالت المده. عدل كلام الاخ قتيبه مطلق. بوسامي. بوسامي احنا نسميه بوسامي. عدل كلام الاخ بوسامي. نعم الحقيقة أنا انشغلت في المؤتمر اللي حضرته بالخارج. لكن كلها أيام إن شاء الله تتضح رؤية. أنتوا عاد عطوا الريال فتشة شوية يا جماعة ما يصير. الريال هم عنده شغل. أنتوا تبون شغلكم وبس. المؤتمرات الله يكون بعونه. المؤتمرات منصوب. مجلس الأمة من الشفيريجة منصوب. مجلس الوزراء كل شوي مجتمعين فيه منصوب. هذا غير الناس اللي مثلك وشرواك كل شوي جايين بشغلهم. هذا غير الوزراء اللي عسى ما وزير يحوش اسهال قضبه وزارته. الله يكون بعونه. وهذا بعد غير المعارض اللي كل شوي تشك قص هالمقص وداش هالمعرض وتشك داش هالمعرض تشك داش هالمعرض. يا جماعه عطوا فجه عطوا راحه شوي. عدل يعني فكرك يا ابو سامي تبي سعاده الوزير يقط مقصه ويجاب لكم؟ تبون كذي؟ لا 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 ما ادري عنك بعد الله يهداك.
مو عدل سعادة الوزير الله يطول عمرك، اقول له عسى الله يطول بعمرك ويخليك سالم بس. امين. سعادة الوزير نوزع دعواتنا اليوم العصر ابوي. ايش ماله ما شركتكم؟ ما شركتنا الجديدة؟ رجاء بعد ما تاخذون الموافقة ارجوك اخ محظين. حتى انا؟ انت المفروض تكون قدوة. انا كنت قدوة شفت ما حد يهمني كان اقلب. شفت شلون يا الاخ الديش؟ هذا عيبنا دائما نتراجع عن مواقفنا. نعم؟ وسامي وسامي قايل لك لا تخلي بروحه، هذا مو مال الوزراء. شوي ويلاعب ما كله يلاعب الوزير ديك ودياي بعد شوي. هذا اخ منصور. نعم طال عمرك. شركتكم هذه ايش اسمها؟ شركتنا ايه شركتنا بيض الخعفق العقاريه. هذا الاسم مر علي. وين مر عليك؟ شلون؟ بلا مر علي. وين مر؟ شلون مر علي سعادة الوزير؟ باقي شركه ترى. من يقول؟ تاقت بلا؟ لا لا يومين ترى سافرت انا، يومين بس. هذا الشركة. لحظة بلا. لحظة ابو حضين تأكد بس. شلون سعادة الوزير؟ بلا مر علي الاسم. شلون مر عليك؟ بيض الخفقع. لا شو مين؟ اقول لك تقول. الله يبشرك بالخير، لا لا احنا بيض الخعفق. بيض الخعفق العقارية تختلف. بيض الخفقع. سعادة الوزير خعفق. خفقع. يبقى خعفق. اقول لك خفقع تقول خفقع. وزير تقدر تقول له لا؟ بلا تذكرت الحين. يلا عد. تذكرت هذه استثمارية ومرخصة من 6 شهور. وين وين وين؟ لا لا الله يكون بعونه. راح بعيد. أقول لك مشغول الريال. شلون؟ لا سعة الوزير. نعم. حتى هذيك الاستثمارية هذيك هم لنا. نعم. هذيك فرخ الخعنفق. بس العقارية بيض الخعنفق. تختلف اختلاف كلي عن فرخ الخعنفق. أنت الحين لا يضحك فرخ الخعنفق. على بالك نفس بيض الخعنفق. لأن يعني صار تشابه بالاسم بين بيضل وعن بين فرخل خعنفق، مع أن وايد ناس قالوا وش حقه بيضل خعنفق خليني فرخل خعنفق. شيء أولا يعني راجع لنا وبعدين بيضل خعنفق لنا وفرخل خعنفق هم لنا، يعني إحنا حرار في بيضل خعنفق وفرخل خعنفق. كل الناس يحبون دائما الطفيليين دائما يحبون يسيلون واحد يعني بيضل خعنفق قاعد يطنس كانه طنازه. قلنا لا يبقى فرخل خعنفق. والله تفضل سعة الوزير. اخ منصور. نعم طال عمرك. هاي نشيده. يا حليل يا حليل وزير وينكد. ايش حلو الوزير اللي قام ينكد. هذا الوزير العادي حالاته صدره وسيع ينكد. ليش لا سعادة الوزير؟ نعم. احنا مستمرين من زمان على هالشعار، هاي شعار الشركات اللي عندنا كلها. نعم نعم. شوف وايد ناس على بالهم بيضل خعنفق نفس فرخل خعنفق. قلنا لهم لا يا جماعه لا 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 تروحون بعيد. مثل ذاك اللي اتصل فيني وانا قاعد في البيت. الو برن 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 برن. انا قلت واحد يبي كان اشيل التليفون. الو 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 هاي شركه بيضل خعنفق كذا لا فرخل خعنفق. انت يعني انت ماكو داعي تسالني يعني شغلة، مع أننا قلنا لهم يا جماعة بيض خعنفق غير فرخل خعنفق. انتوا الحين لقيتوا حق فرخل خعنفق على بالكم ناس بيضل خعنفق. لكن من تحاكي سعة الوزير وذاك اللي دش علينا هذاك مو عمامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه شركة بيضل خعنفق. قلنا لا فرخل خعنفق. ليشنا معنا مع ان احنا فوق هذا كله الشعار هذا متخذينه من زمان. عندنا مثل السجاد بيض الخعنفق، عندنا اثاث المنزل فرخل خعنفق، مواد الغناء مواد البناء فرخل خعنفق، عندنا مواد الغذائيه بيض الخعنفق. ماشي من زمان حطينا انا وجماعه قلنا يا جماعه خلوا حق الوزير يا نشيل بيض الخعنفق يا نخلي فرخل خعنفق. لا ما يصير عذينا يا سعاده الوزير هنا الحقيقه. لا والله الله يكون بعوننا والله يكون بعوننا. احنا تعبنا ساعه موزي الله حزنا يعني تلكس يروح حق بيضل خعنفق يردون على فرخ يعني شغله.
كلام يا جماعة أنتوا الحين ما كله بيضل عبوي لا ماذا ذاك اليوم يقول هذا مو بيضة سخي في بعض الناس خصوصا الطفيلين الطفيلين شفت ذاك الطفيلي اللي أنا هاي شركة بيضة خافي قلت لا ترخي خافي عقب ما شفت هذا أنا والله بظل الاسم بيضل خافي وفرخي خافي واللي فيها فيها كيف لا ساعة الوضع وقت الاشناف شن الحين ما حد عنده بيضي خعفه ولا فرخ خعفه الله 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 يا اخ منصور نعم خفقعتونا وقعدتوا يا حليل همينا كذا وزير ودم خفيف هذا الزير هذا الوزير وزير دم خفيف احسن من وزير دم ثقيل وايد وزير بروحه ما ينبلع بعد دم ثقيل اسال الله يطول عمرك الله يسلمك يخليك ذخر شرفتونا يا اخوان على العموم اخوان نعم اعطوني مهله شهر ادرس المشروع دراسه وافيه إيه؟ وتلقون الرد عند ابو عبد الله ما تقصر وسامي وراس ولدك سامي ايش قلت لك عنه لا قلت عن ابو محمد اي نعم قلت ريال قول وفعل والله قول وفعل قول وفعل اسال الله يطول بعمره ويخليه ذخر لنا والله حياك الله يخليك ان شاء الله ويطول بعمرك الله يحفظك شكرا سعاده الوزير نعم شكرا جزيلا على المقابله والله انا للحين سحال سعادة الوزير نعم أبوي لا تنسى شركة بيضين خفقع ها؟ أنت بخصم بطل أزرارك حجي قول قول حج يقول مو تنهك خلاص حج هولنا ما احنا كاشفين عليك انا ابو غيرك انت للحين كبر البغل وللحين للحين فيك محمير حجي عطني دينك اشاف شوي شوي حجي شالك زوز هذا ما فيك إلا العيارة حجي ما فيك شوف حجي أنا أنصحك لا تأكل عيوش بالليل وايد بتأكلون عيوش وايد وتخربطون يصير وياك غازات وأرياح لا تأكل عيش بالليل وفك روحك نام خفيف حجي هازين وشوف بعد وانصحك إنك تشترك بنادي الفروسية ها إيه وتلعب الجلة حجي ها زين هلا هلا بالجلة ترى هالزين حجي وعيوش بالليل لا تاكل مو زين العيش بالليل زين ابوي ايه مشكور انا الحين اكتب لك عاد اكتب لك من رخصتك اشوف التلفون الو نعم اهلا اهلا متكلم مهدي كيف الحال يا اخي كيف الصحة عسى ما شر هالايام ما تمرنا بالدوانية ولا تيينا عسى ما شر بس عسلمان خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير انت الحين ايش حقه متصل فيني اي عرفت علشان هم الفلوس اي عدل الفلوس اللي عطيناك اياها حتى تشتغل لنا فيها بسوق المناخ يعدل هم بشر يا حبيبي سويت بالفلوس اللي عطيناك اياها اي الفلوس اللي قبل كم شهر قلت لنا بنشتغل فيها بسوق المناخ وين اعطيتك اياها علمني الحين سويت ايه 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 كم بذمتك راحت الفلوس شلون راحت شلون فهمني ما اعرف انا غشيم ايه انا علمك هن شرينا السهم طال عمرك ب 500
صار؟ 200 فلس؟ شو صار 200 فلس؟ من 500 ل 200 شو اللي يصير؟ شو اللي يصير؟ فهمني. يعني الفلس راحت؟ مو قالوني على حظي انا فتح الباب خساره؟ شلون كذي؟ ما قالوني انا نصحوني قالوني لا تحط فلوسك بالسوق حطهم بشي في ايدك، بس انا ما سمعت الكلام، يكون يعني بصير تاجر. ايه بصير غني. مالت؟ قال له وين والتجارة وين حق؟ وعشرة آلاف دينار عندك شوية مع الوين؟ عشرة آلاف دينار من يا يا ابن الزكاة يعني؟ عشرة آلاف دينار حطاكم الباب ومعطيني اياها تبرع مع الوين؟ عشرة آلاف دينار انا قعدت فيها 20 سنة وانا ادرس، سقط سنتين بس. وبعدين انا تخرجت وعينوني طبيب وعطوني 500 دينار وعطيتك اياها انا فلس فلس بدكم تضيعها بسوقكم؟ راح انت وسوقكم مع الوي. ايش اسوي؟ اذبحك انا الحين؟ المصيبة الحين شلون ارجعها انا؟ ايه مو تجي مهدي؟ المصيبة الحين شو اقول حق امي؟ مو فلوسها فلوسها ايه؟ راح معويه 10,000 دينار راحت. انا لو ما اخذني من هذا الدول حمر مال الكحة وبايع في السوق وايد اصرف لي. دكتور ها ما قلت ايش فيني؟ جلطة جلطة. تعوذ بالشيطان يا حجي يبا كلنا لها. ولد الوحيد يا حضرة الضابط، ولد الوحيد راح مني، بنيت امال عليه راح بشربة ماي. هذا السرعة وما تسوي؟ مو حرام شاب مثل ولدك يموت والسبة سرعة جنونية؟ يا حجي اللوم بالدرجة الأولى يقع عليكم أنتم يا الآباء، عيل شاب بعد ما كمل ثانوية تعطيه سيارة طولها 6 متر؟ أمه هي السبب، حنت علي كلت قلبي نشفت ريجي، اشتري له سيارة، جيب له سيارة، ود له سيارة، وهات له سيارة، وهذه النتيجة يا حضرة الضابط اللي راح مني. يلا البقية بحياتك يبا كلنا لها. وين وديته؟ ودي أشوفه أبي ولدي. بسم الله جاي. الو نعم. هلا هلا ابو خالد. يا هلا والله بهالحس، شلونك؟ تمام الله يسلمك. ايه شو اخبارك اخوي؟ ليش تنقطع انت ما تتصل؟ ليش؟ ها؟ اي طبعا اسال عنك، لازم اسال عنك، نساتنا عندك يا اخوي. ايه ايش اخبار سوقكم؟ شو اخبار مناخكم؟ شو اخبار؟ ايه انت موعد بخير؟ شنو؟ نزلت الاسهم؟ شلون نزلت؟ من 700 ل 200؟ شلون الفلوس 15,000 دينار راحت كلها؟ انت الحين متصل فيني عشان تقول لي كذي؟ الله لا يوافقك بلا. ها؟ شلون راحت؟ يقول لي ايه؟ ايه؟ ها ها. ايه لا اكيد راحت. ايه من لغيرهم؟ من لغيرهم؟ ضابط؟ شنو يعني ضابط؟ انت والله مقترب نجومي. انت على بالك النجمة مجمع؟ لا يبا لا انا موظف. 15,000 دينار هذه كلها سنة. 5 مرات زوجتي بعد الذهب مالها علشان صرت تجار يعني سلاحط. 5 مرات عمتي ام احمد. 5 مرات نسيبي راشد. ازاي شو اقول لهم؟ ناس مبطلين حلوجي. ناس مبطلين حلوجي شو اقول لهم؟ انت بذمتك ما قلت لي 15,000 دينار بعد شهرين تصير 45,000 دينار؟ تقص علي؟ انا مقصر لك يعني؟ روح زي اللعنة عليكم وعلى سوقكم. قهر. الحين انا لو حاطني لوني حاطي كم كشف بالدورة وبايعهم احسن لي. نعم يبا نعم. انا ابو المرحوم. ودى السجن. ايه هي على كم شارع يبا؟ على 3 شوارع بسيطة اعتمد خلها يبا. لحظة اعتمد لي يلا 3 دنانير لداعية لمدة سنة يلا خذهم. اوكي لحظة. ايوه يا حجي وياك. ايش كثر الكمية؟ 2 مليون؟ شلون تمويل؟
ياخذ مني ورد علي يعني جيك جيك. لا اعتمد ابوي اعتمد. ايه ابو فوزي والله شو اقول لك، هذا سر المهنه، السوق ماخذ قلبي. ايه شو اسوي؟ لحظه ابو فوزي. نعم سعاده الوكيل. نعم لا تنسى اليوم الساعه 9 اجتماع مع مدراء الادارات. انا اليوم عندي اجتماع مع مدراء الادارات؟ نعم طال عمرك. اجل 6 اشهر مشغول انا. ايه ابو فوزي. لا والله يا اخوي هذا السوق شو اسوي؟ خذ منها نص مليون. ايه لحظه. نعم وياك. هلا. ها لا يبقى مده البيع 4 اشهر والسهم مقلوب. ايه زهيري يتم عندي السهم لما تحل مده الجيك. اي خلصنا يلا ابوي. لحظه يبا لحظه، الوكيل عنده اجتماع مهم، قابل يخلي شغل الوزاره ويجاب لك؟ ها قدامك القى اجتماع مهم وسب اشغال الوزاره لهذا. يبا انا بشوفه دقيقه وطالع يا ايالا، وهذا انا صار لي 3 ايام اي ولا اقدر اشوفه. ما علي يبا كلها يوم يومين بتشوفه. ايش فيك مستعيل؟ اي يوم يومين بفكنا. لحظه حاجيك اسمعني بس. اسمع حاجيك. على فكره يا ابو فوزي اشترك، الموضوع سهل، يا تويتر يا فيسبوك او حتى من ايميلك، اسمك تعرفه، سجل دش حسابك واستمتع بدون فواصل. تلي على الاندرويد والايفون والموقع tally.com. ايش حقه مقدم كتاب على التقاعد؟ ايش حقه؟ ما له داعي التقاعد. لا رفضت يا للكتاب رفضته، وانت ايش دعوه قاعد تداوم؟ صار لك 8 سنين ما داومت بالوزاره. ها مو انا الوكيل وانت بوزارتي، ان داومت خصمت عليك يا الملعون. ها الحين على الاقل قاعد تمشي مصالحنا بالسوق. اي يا ريال التحين يا ملعون، يوم بغيت اعطيك الدرجه الاولى وبخليك مدير اداره قدمت على التقاعد والله بطران. اصبر شويه بس. لحظه ابو فوزي. نعم اخوي. عمي انا موظف صار لي مده مفصول عن شغلي، وانا ريال بعيال وراي مصرف. يا معودي رجعوني على شغلي لو عشان لهالي برقبتي. خلصني، سبب فصلك شنو؟ سافرت الخليج اسجل في شركه جديده. يا سلام. وتاخرت 20 يوم عن شغلي. الله اكبر، هاد الوزاره 20 يوم ورايح الخليج تسجل اسهم، ما تبيهم يفصلونك؟ ايش تبيهم يسوون فيك؟ تبيهم يرقونك؟ لا يبا هذا قانون، انا القانون ما اقدر اتدخل فيه. عمي بالله وفيك وراي عيال وراي مصرف. رجعني على شغلي واللي خلي لك عيالك. يا اخوي لا تذيني، انا قاعد اشتغل البيت ابوي، قاعد اشتغل انا للوزاره، امشي مصالح الحكومه الدوله، ما قاعد اشتغل مصالح. نعم اي نعم وياك. هلا بشر. لا تقول. لا والله ايش صاير بالسوق؟ الله لا يبشرك بالخير. يب لا قول غير هيبه. والكميات اللي عندي اتلاحق نفسي. لا يبه بعت بربع دينار. ها سويت ويا الوكيل؟ باع الوزاره بربع دينار. لا تشتري، لا تتصرف دون ما تراجع لي، انا موجود في مكتبي، انت توحي ولا ما توحي؟ يا رجال لا تكون عجل ولا تستعجل. ايه راجعني بكل صغيره وكبيره. يلا 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 ذبحنا هذا. انا 6 مرات متصل هذا، 6 الخط مره ثانيه ابويها زين. يا والله عسى ما شرب ابو ناصر، شوفك انت هلطم. عفا عليك بس. ولا يهمك يا بابي يعني بالسوق، انت لو تجيب شيء كان بعتك من زمان. عفا يا اخوي السوق يضيق الخلق، يضيق الخلق. الربع بدل ما يعززون اسهمهم يشتري منك بالمده ويبيع من وراك نقدي. بذمتك هذا شيء ما يبطل شبد هذا؟ الله قصدك ابو حظين؟ تكم تدرون انتم في ابو حظين، تكم تدرون فيه. هذا يشتري بدينار لمده سنه ويبيع نقدي بربع دينار. واذا سالته قال انا اشوف شيء ما تشوفونه. انا بسالك شنو اللي يشوف احنا ما نشوفه؟ 5300 هو اليوم 80. ولا والله هو فجره في السوق. يا امامي يا امامي اساس السوق انتم. انتم لو تتفقون بيناتكم وتكذبون اسهمكم السوق ما ينزل. ما حد نزل السوق غير بحظين. هذا يا رجال حاجة. انت كلمه لي يبا. لا تكلمه ولا يكلمك. بحظين ولا غير بحظين، اللي يبيعون برخص عليهم التزامات لازم يسددونها. اذا ما يبيع بالقيمه ما يقدر يسدد اللي عليه. ندري. وما دام تدري ايش حق معصب. مو بالطريقه هذه يا ابو بدر. يا ينزل لي 10 ملايين سهم بالسوق، يبيع السهم ربع دينار. ربع دينار مو بالطريقه هذه، اسهمنا تطيح بجبودنا. حنا نروح كفي السهم يطيح حظه كذي. هي انت تعتقد هذا السبب؟ يلا علامه اليوم اول مره اشوف الديك كذي رجال معصب حمقان. لو الله يفكنا من قرارات وزاره التجاره كان احنا بخير. صار بعد كل يوم طالعين لنا قرار جديد يا ابو بدر. يا جماعه
كنا ما عندهم مهنة ثانية هالوزارة إلا سوق المناخ. لا إله إلا الله. أي نعم. مرة يسمحوا لك إنك تتداول الأسهم الخليجية. لسمحوا لنا حطينا ما ورانا ودونا وقعدنا شوي ولا طالعين قرار ثاني ممنوع تداول الأسهم الخليجية. شد راحت فلوسنا ومغرزين ورا ما ندري صاحبنا منو. كنا ماكو شغلة عندهم هالوزارة إلا سوق المناخ. ما جابوا سوق الخضرة. ما تزبلوا السماكه، ما تزبلوا الخبابيز، لا المناخ 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 المناخ. انت وينك في اليوم؟ انا متصل فيك ما لقيتك. توني نازل من المخيم مالي خلق السوق. عدل لا الهي صدر قرار جديد من وزاره التجاره. غير الامسي؟ غير الامس، اليوم صادر هذا ومحتفظ لك بنسخه. شو يقول بعد؟ اسمع، يقول تشجيعا لرؤوس الاموال المحليه وحرصا على تنميتها محليا فقد سمحنا بتاسيس شركات مقفله بموجب الشروط والمواد الموضوعه لهذا الغرض. كنا الحين على الحجي اللي يسمعهم يقول كلش الشركات الخليجيه خليجيه 100%، وش دعوه 90% من الشركات هاي مو محليه؟ ايش دعوه؟ كويتيه ندري يا ابو حاتم. حاتم انت رجال، خلصني يا معود. اسمع يا اخوي ابو حظين. نعم اخوي نايف. اسمع، احنا قبل لا نحاسب احد لازم نحاسب انفسنا. اي واجب. مساله انك تنزل 10 ملايين سهم بالسوق وتبيع السهم ربع دينار وتخفق السوق علينا كلنا، هذا مو صحيح. ما يصير. اي ما يصير ربع دينار يا منصور، بربع دينار خربت علينا السوق. هاي سالفتك. هاي سالفتك. يعني شو همك؟ عندكم سالفه وبعدين انا حلالي وحر كيفي. حجي. نعم، وبعدين علمك يا الابجر انا اشوف شيء ما تشوفونه. توني قايل لكم قبل شوي قايل لكم قاضب علينا هالجمله الماثوره، انا اشوف شيء ما تشوفونه. ما تقول ايش اشوف احنا ما نشوفه؟ صاير علينا زرقال يا مام هني مع وجهك، خربت علينا السوق. ما تقول ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ والله ايش اسوي؟ خوف خوف ما اي خوف. الحين اخذوا استلموا. اسمع يا اخوي ابو حظين، ايضا الواحد لازم يحسب حساب ربعه، اذا بتستمر على الحاله هذي كلنا بنروح وطي. انت هم مثله. تعال يا انا وش وانا مروان. قوه شلونك يا مروان بشر، شلون الامور؟ الامور جميله والسوق بخير. علم الخوافين علمهم. وشو الامور شلونها؟ الامور جميله والسوق بخير. ايه بعد هذا موال، هذا ابو السوق. ايه يا اخوي مروان اخوي شتشور علينا؟ بشور عليكم انكم تشتروا البنك الجوي. ليش؟ لانه بعد كم شهر راح يعطي عن كل سهم 8 منحة. قنعت؟ لا بلا ما قنعت. بنك الجوي بيعطي منحة، يعني اللي عنده بنك الجوي سهم يعطونه 8 منحة بدون شيء. انزين. لعطه المنحة قب السوق قبة واحدة. مع رفعة الجوي باجي الاسهم ورا. كذا. وحلال اللي راح وين اسمه؟ عمي يتبع الحلال. يا رجال حلال اللي راح وانت تقول البنك الجوي. انا متعجب شلون انت صرت تاجر وبالسوق. ما الاسهم. انت مال النعيتين وجاب لهم من الصبح للعصر. انا مال النعيتين، انا وراك يا ابو حظين. ما طلع حلال منك، ما كنت محوي. خليك واعي، الجماعه بيحركوا البنك الجوي. ايوه يعني. واول ما يبدا الطلب بتمشي الكميه اللي عندك اوامر، لا تماطل بالحكي. هذا رايك؟ اه اي بامرك. حاضر حاضر. مرحبا عمي ابو ضحوي. يا هلا يا هلا ابو العبد. يا هلا يا هلا وسهلا. كيف حالك عمي؟ كيف الحال؟ شو؟ ها شو ابصر؟ شو ماله السوق اليوم يا زلمه؟ شو ماله؟ ما فيهوش حركه، والمثل بيقول يا عمي كل حركه فيها بركه. عزوه امبين حياتي سمعنا اخبار مش طيبه عن السوق. كال والله يا ابو العبد، كال ما كال، اشاعات ناس يحاولون بشتى الطرق تشويه سمعه سوق المناخ. مو هذا الحسد؟ هذا الحسد، الحسد هذا مرض، الله يبعدنا عنه يا عمي. امين امين. ما قلت لي يا عمي كيف حال اسهمنا اللي معك؟ ان شاء الله ربحت فيها. والله عاد يا ابو العبد ربحت ولا خسرت هذا ما هو شغلك. لا. انا معطيك شيك بالمده من متى ما حل اقبض. اي والله شريكي. لا يا زلمه اوعى تكون زعلت يا زلمه. والله كل ما هنالك بدنا نطمن يا عمي. أيه؟ بدنا وشنا يصير عليك وخير. كسما بالله العظيم وحك السماء، ابو مازن وابو فتحي وابو شحاته وابو تيسير وابو فؤاد وابو مصطفى وابو نبيل وابو رباح وابو عبد الكريم وابو فؤاد وابو اياد وام نبيل وام رباح وام مصطفى وام نبيل ودعك وفاتن وسوسن وعلي وعايده، والله كلهم يدعون كل ليل، كل الزلمات بيدعونكم ان الله يوفقكم سوق هالمناخ. انت الحين تعد لي الضفه الغربيه كلها وتبيني اعرفهم، من هم ذيلا؟ من هم؟ ما هو يا زلمه
كل هالمصاري اللي اعطيتك اياهم قبل 6 شهور تشتغل فيهم إيه؟ لكل زلمه 1000 دينار يا عمي. واحمد سبوبه له 14000 دينار يا عمي. وكل هذا من خيركم وخير سوق المناخ الله يديمه عليكم. حلالكم ان شاء الله يجيكم بالوفا والتمام ان شاء الله. وهلا كيف يا عمي؟ كيف يعني؟ كيف فلوسنا يا عمي؟ كيفك؟ يعني نطمن؟ اطمن اطمن. عم ابو ضحوي وديت لك على البيت اكم تنه من الزيتونات واكم قطعه من الصابون النابلسي اللي بيكوي الشعر يا عمي. نشكرك نشكرك. لا تنسى المناقيش والمربيه يا ابو العبد. تعال 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 تعال. قرار جديد. وش القرار؟ قرار جديد. قرار من وزاره التجاره باغلاق 3 محلات في سوق المناخ لمخالفتهم تداول اسهم غير مرخص بها. اما التجاره بعد صدرك بس شده وتزول ان شاء الله. اي تزول كل ما لو تزيد يا بنت الحلال. منصور انت حالك حالهم، اللي بيصير على الباجين بيصير عليك وان شاء الله مو صاير الا الخير. بس لا تضيق خلقك عاد، انا ما تعودت اشوفك متكدر. مطلوب وايد يا نوره والطالب وايد، انت اذا اعطوك بتعطي غيرك. اللي علي اكثر. يعني شلون؟ يعني الامور كل ما لو تتهزم خليها على الله بس. زين والملايين اللي قبل كم يوم باسمك في البنك سويت فيهم؟ حلال ابوي، فلوس الناس كل شوي حل شيك ارجع هذا بهذا وامشي ذاك واخلي هذا بس علشان لا انكشف قدام الناس. خليها على الله يستر بس. ظلونا ضو حظين ويا طلبة ضو حظين نوره ويا طلبة نوره كنا ما حد اشتغل بالسوق غيرنا. لا هم ما شافوك شرت لي هالحديدتين وهم استيهنوا. شيليهم ليقصوا راسك بعد. شيليهم؟ لا بشيلهم ما نخليهم. لا وخصوصا هالموظفين عساك ما تطيح بحلوجهم. ايوه عيونهم حاره عيونهم حاره كلش عيونهم. فلفل فلفل منصور. نعم. تذكر العمارتين اللي شريتهم لي العام في لندن؟ اي. ايش رايك تبيعهم وتسدد ديونك؟ اي عمارتين كذا اخليهم نبيهم. انزين خلهم. الاراضي اللي شريتهم لي في باريس بيعهم واذا الله اعطاك اشتر لي احسن منهم. نور الله يهداك انا وين وانت وين؟ المبالغ اللي علي كبيره يا بنت الحلال. اي عمارة يسوون شيء. اي بيت اي شغله تجيب راسي خليها على الله. المبالغ عوده كلش كبيره. ما عندنا شغل. ما نسيبك هذا. طالع مني انا بعد الطالب. منصور افا عليك. ها يا بيتي اللي راح ببلاش. ها يا بيتي. انا نسيبك تضرني يا ولدي. سويت فيهم منصور؟ لا لا ما في شيء. ما لا اقول لك لا 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 ما عليك شنو عاد على اهلك ما تعرفينهم. ما انا ادري ايش حق جايين ادري. اعلمك انا الله يطول عمرك. منصور انا صدقيني انا ايش انا نوره يا يا قلبي السالفه يا بيت اللي راح الله يا اللي راح ببلاش دخلنا البايا طلعت جبل وانا غديك يا بيت يا قصروا حسكم عن الصيحه. هاي الصيحه ايش فيكم؟ ايش فينا؟ ما تدري ايش فينا؟ يا ولدي يا ولد الحلال لا تنسى ان احنا ناس على قد حالنا وامناك حلالنا وعطيناك بيتنا اللي ما عندنا غيره. وهم ايش فيكم؟ الزبده. هاي الزبده انت خليت فينا زبده. انت خضيتنا نشفتنا خليتنا ماي مايو وتقول زبده؟ ايه ما تقول لي ايش صاير؟ علي عمك يروح البنك ويقدم الشيك ولا من دور الصيف؟ يا ولدي بارك الله فيك ما يجوز تضرني وانا نسيبك مثل ابوك. الحين اعطيك البيت عن 700,000 دينار تروح تبيعه بالسوق 40,000 وتضرني. يا ولدي انا وديت شاكت كل البنك يصدني ويردني. يا ولدي عمي شده وتزول فلوسك بتقبضها ايش دعوه؟ انت قبضها يا ابن الحلال. الله يهداك عمي بتقبضها انت واهل. لا حول ولا قوه. صبروا علي الله يهداكم عمتي. قولي له ايش اقول له يا ولدي؟ يبقى فلوسه بيقبضها. الله يهدا يا حبيب احنا اهل الدنيا بخير شده وتزول بيقبض ان شاء الله بيقبض. يا ابن الحلال يقول يقبض. ها يا بيت اللي راح ببلاش كله من تحت اللي قصيته. هاي ما قصيت عليك انا قلت له نستقبل مثل اللي استقبل يوم وليله. تعال الو مهنا مهنا عطني بالله حمدي. اي حمدي الفيومي. الو حمدي حمدي شيك عمي شو اللي رده؟ لا اكو غيره بعد رايد؟ ثاني بعد رايد؟
الثالث ابرد. يا 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 لا شو ردوا مره واحده؟ تعال تعال لي. لا لا جيب الملفات وجيب باقي الشيكات اللي عندك وتعال لي. تعال لي حالك، تعال البيت، اي مزرعه وقت مزارع الحين الله يهداك. تعال يا ابو شده وتزول عمي، شده وتزول ان شاء الله. ماكو شيء ماكو شيء منصور يا ولدي. انا على الله سب على هالبيت اللي حطتنا اياه الشوك الحين، لا من بيتي ولا من بيتاتي يا ولدي. انت ما تقبلها على نفسك اني اقزر باجي عمري بدوار الكرد ولا بلا حصان. حصان اكو واحد ريال يبيك. واحد ريال؟ اي والعاده واحد حمار يبيك. روح نادى نادى خليه يدش. خليه تفضل. يرحم والديك يا ولدي. تكفى يا ولدي، شوف لي شوفه يا ولدي. شده وتزول. تقبض عمي والله بتقبض. انت انا ضحت بالطوشه، ما عندي شيء الحين انا يا ولدي. كلش ما عندي الا جود الله. زين الحين انا بعطيك 40 دينار طقطق فيهم. طقطق ب 40 ال 40 الحين على ما تيك فلوسك. اسمعي نسيبك وش اقول؟ 40 سمعت شلون؟ قلعتي؟ ابي بيت بالضاحيه، ابي بيت بالنزهه، خشبكتيني حسبي الله عليك. ايش حد حسبي الله عليك؟ انا ايش دراني حتى ايش مثلتني؟ ايش دراني؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. شده وتزول، شده وتزول. دشوا داخل، ناس يبوني في الباب. داش دشوا داخل بس. شوف الله يهداكم، الله يهداكم. عيب شوف كذي المادة. انا خابرتك حمال عسية. ولا حمال يبوي الا الحين، كله مني جدا. يلا عاد يلا، يلا تفضل تفضل خليه تفضل. يا الله يهداك، هذا العم عادل، هذا راعي بيت، هذا يامر، هذا يتدلل. تو ما تبارك البيت يا عم عادل، ايش نذبح لك عمي؟ اي يسلم راسك. اي خير يا غريبه. بس بابا يا من صدقك عم عادل، ايش فيك؟ خير ان شاء الله. اي خير يا ابو حظين، حطمت بنتي يا منصور. عيالي يا اهلي، انا رجال صار لي 30 سنه بالسوق واسمي نظيف، وثقت فيك وعطيتك ما وراي ونوني وتسوي فيني كذي. هي انت شيكك صار له اسبوع يا عم عادل. انت اربع بنوك الله يرضى عليك. انت معطيني وجهي مو شيء، كل ما دخلت ابوك رد عليك، وكل ما دششت ابوك يا تحت التحصيل يا راجع الساحر. من كثر ما طبقه صار كنا يثمر حشا مو شيء. اي شيكات يا ريال ما هبه واحده كذي ماشي صار فيهم. يخلص يخلص شده وتزول يا عم عادل. لكن انت شيكك من اسبوع الاصول منك انك تكلمني. يا ابوك ما حبيت امرك خلقي قهرتك، صبرت والله العال. لو انا مطلوب ما جيتك، هم انا مطلوب. صحيح. كاتب شيكات، شيكات تحل بعد يومين وبعد ثلاثة. أي. معناها انكشف، معناها تطيح من عيون الناس. نعم. معناها السمعة الطيبة اللي كونتها بالسوق من 30 سنة راح. تقوى يا منصور واللي يرحم والديك لا تشوه سمعتها بالسوق ودبر لي. شدة وتزول يا عم عادل، اصبر الله يهداك، فلوسك بتقبضها يبا. دبرني يا ابوك دبرني. مساء الخير يا عم. انا جبت لك كل الحاجات اللي قلت لي عليها. حمدي. ايوه يا عم حمدي. ايوه يا عم شيك ابو عادل. شو اللي رده؟ شيك ابو عادل. نعم هو في لخبطه حصلت شويه في الشيكات. شلون هلخبطه؟ شلون يعني؟ هو في اكثر من شيك رجع. وليش ما قلت لي؟ ده نايف البعجر. الابجر بعجر ابجر زي بعضه. نايف البعجر دخل شيكاته قبل مدته. قلت له يا نايف يا بعجر اللي بتعمله ده غلط، غلط اللي بتعمله. أيه. انا مزنوق عايز فلوس اعمل له ايه بقى؟ دبر. بس انت المحاسب مالي الوصول منك انك تقول لي اول باول. بس كلامك صح. أيه. على عيني وعلى راسي يا عم. أيه. قلت له يا نايف يا بعجر اللي بتعمله غلط، ما انت عارف نايف قصير وبيضرب يا عم بيضرب. قلت له غلط اللي بتعمله، انا مزنوق عايز فلوس اعمل له ايه بقى؟ والله اللي اتكل عليك اردى منك يا حمدي. ليه يا عم؟ انت من هبيت بهالتسريحه وتخارج. زي عماد حمدي يعني. مع عماد حمدي بيقلدني. ايه الا زي عماد حمدي، الا زي 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 ظهر النعية الله يهداك. نعية يعني ايه؟ نعية يعني ايه؟ الاصول منك يا حمدي. ايوه يا عم. نايف. ايوه يا عم. يوم شفت ان دشت شيكاته. ايوه. انك ترفع التلفون وتكلمني. ده كلام غلط. لان نايف باجي له ست اشهر على شيكاته. اي نعم. ده كلام كبير يا عم. ده كلام صح اللي بتقول يا عمي. طيب. قلت له يا نايف يا بعجر اللي بتعمله ده غلط، عمي ما يرضاش، قال انا مزنوق عايز فلوس اعمل له ايه بقى؟ دبرني يا عمي اعمل له ايه؟ انت قاعد تتبنى، انت قاعد تكلمه والثاني تقعد تدمر عليها بقى. ما اقول ايه؟ عمال اقول له ايه؟ ما
ماسك الحسابات وتبادلنا عن حوادارك. ده بيضرب يا عمي بيضرب. يضرب يا عمي بعينك انت وياه لصول ترفع التلفون تكلمني. انا حصل. تقول لي اللي حصل بالضبط. هيحصل ان شاء الله. قالت عليك وعلى هالخنفسانه اللي حاطيني لي. اخذ يا عم ابو عادل. اخذ. الناس اللي وثقت منهم دششوا شيكاتهم من وراي. ايش تبيني اسوي انا؟ انت على هلاك. ابدو. انت مسدب عيالي يا منصور. دبي برقبتك يا منصور. انا مو دبي برقبتك يا منصور. انت الحين اخذ الاربعين دينار. املح لك اربعين دينار يا منصور. الله يفتقد من الظالم يا منصور. ما يبي اربعين. اخذهم انا يا عمي. اربعين دينار كويسين. اي ابو كام ابو كام؟ 116 160 جنيه. بس كسرهم بالمصري. كسرهم بالمصري. ناس يبونك برا. ها؟ خلي تفضلوا خلي تفضلوا. ان شاء الله. لا 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 لا. ابعد لا. حمدي طالع اخوي ترى اذا عزيمه ولا دعوه ولا اي واحد يبيني ضروري مالي خلق. حضرتك مش هنا. مش هنا. هيحصل. يلا هيحصل. يلا مالك. هلو. نعم. اي عطني يا شو معاك. منصور بحضين. هلا هلا. منو؟ ابو احمد. يا حيا شوي شوي علي يا ابو احمد. اي ما يخالف. احنا هم لنا شيكات راد ابوي. ايش فيكم يا الكويتيين صرتوا مادين كذي؟ ليش؟ يبا الفلوس وسخ عمي. هي تضيق خلقي على 10 ملايين بس. ايش دعوه؟ الحين ما عندك شيء مولي ها؟ زين انا ادز لك 40 الحين طيب؟ الو الو ايش في هم يبون ال 40 هذيلا؟ ها؟ دي ورا عشان سعادتك. شي من 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 منه؟ اقراها يا عم. اقراها اقراها معود فكنا. اقراها خلصنا خلصنا مالك. السيد منصور ابو حظين يرجع حضورك الى مخفر شر حالا. مخفر؟ مخفر شر ده اللي جنبنا الشر الثاني. ادري ان اللي جنبنا اللي مشتكي عليه منه؟ المشتكي ده زهير. زهير؟ الله اكبر. زهير بتاع الذهب. بتاع الذهب. الله اكبر. صدق الدنيا دنيا وسخه يا عم. والله شفت ازاي؟ والله اوه عليك دنيا. والله دنيا وسخه. وسخه الدنيا ما تبلى ذاله يا حمدي. عشان خطرك يا عم. عشان خطر عيونك. تفضل. عليك ولا على غيرك؟ على مين يا عم؟ على الدنيا. بحسب. وعلى بعض الناس اللي هابين في التسريحات الجديده. مش انا يا عم. يلا قواك الله. يلا يلا يا حمدي. ايوه عم. اخذ جنطتك وملفاتك والحقني المقهر. بأمارتي. بأمارتي انك شنو بعد؟ انت المحاسب عندي. اي نعم. يلا انت المحاسب مالي. ونقول لهم يبغى لنا شيكات ولنا احنا بعد حساب. انا محاسب يعني. عندي انا. كنت محاسب. انا دلوقتي مش محاسب. انا فونش. حمدي لا تخاف. فونش يا عم. حمدي. حمدي مين؟ حمدي الفيومي. لا مش انا. انت حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ عمك منصور ابو حظين. ما اعرفكش. يا ما اعرفكش. المسألة فيها مخابر. انا ما اعرفكش يا عمي. سوري سوري يا عمي سوري. مخابر ما اعرفكش. انا مش قدك مش قدك يا عمي. وانا بتاع مخابر؟ حرام عليك يا عمي. ده انا عندي عيال فكين حلوقهم. كل حل زي حل سيب قشطه يا عمي. حرام عليك. وانا بتاع مخابر؟ حرام عليك. حدي حدي مين فيومي مين فيومي؟ انا بتاع مخابر يا عمي. ده انا حاجتين بعد ربنا بخاف منهم. شنهم؟ المخفر والزهيوي بتاعكم ده. ما حبوش ما حبوش. على هالحكي اللي سمعت ما كنا ثلاجاتكم ترسها زهوية. لا يا عمي سوري يا عمي سوري. مش كل زهوي زهوي. الزهوي بتاعنا مسمسم. مش زي الزهوي بتاعكم اللي زي العجل ده. حرام عليك يا عمي. عندي خل نروح المخبر. انت خليت المخبر ودشيت في البواليع الله يا دار. لا مش يا عمي انا ما بتعرفش مخابر. انا بنسع مخابر. حرام عليك يا عمي. بري 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 بري. اطلع من هدومي يا عمي. حرام عليك يا عمي. تفهموا بعض ما تخلين. قوي يا عمي وقوي كمان وقوي كمان. واحنا يا غافلينكم الله تنا تبان الله هاي بارك فيهم يا ابو علي.
اتصدق ولا ما اصدق؟ ما اصدق ليش؟ وراس عيالي وراس اهلي راس مال الارض الترميم وحاطه كلها يا باشا. صوت والله لا من قرضي ولا من ترميم راح علي. صوت يا جماعه صوت بس الله يستر يا جماعه صوت يا جماعه تعالوا شوفوا تعالوا هذا كاش بس ما احتجزوا عليهم. شلون؟ شوفوا يا جماعه شوفوا صارت والله هذا هي هذا اللي باعه راحت فلوس منه يا عيال يما الفلوس يما وانت شفين وهذا اللي باعه لمدة سنة راح بيتي وهذا باعه لمدة شهر راح القرض راح البيت يا ابو علي ما قلت لك عبد الله شفت طواس شمس الدين البارو يوسف رمضان شعبان منيف نومان العديل ها هذا اللي باعه يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا عزتيني شو اقول له شو اروح مشلح شو اقول له شو اقول له يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي شو اقول له شقحه وعمره شو اقول له يا ويلي ويلي راح تكون طول عمرك حارس مدرسه الفرابي وهم واجد عليه حسافه عقب ما صار الذي صار نطق سوق المناخ وقال يا دار وصاح السوق فينه يا هل الدار في مرعاكم أشوف بعير مكار أكل ما أدري كم مليون دينار وقام يزوع ذاك الصوب دولار صحت هالناس صحت هالناس ولا السوق منهار والبعير يتمشه وماكو جزار تعوذ من الشيطان يا جماعه تعوذ من الشيطان يا رجال زحمه كنا عبر عن شعوري تعوذ من الشيطان انت بتدير امينه والحكومه ما راح تسكت اكيد تتدخل وان شاء الله السوق بيرجع احسن من اول والله الحكومه بتنشد فيكم وفي عمايلكم اندشت وحطت قرارات قلت الحكومه ما تبينا ترزق الله وخلتكم على كيفكم هذه النتيجه انت لا قلت الحكومه يوم انك تربح باليوم 100,000 دينار كنت أعطي الحكومة شيء؟ وانتو أنا لكن لو تورطنا وخسرنا قمنا نصيح لحقي علينا الحكومة حلت يا جماعة انحلت والله انحلت انحلت هربت انحلت تعالوا شوفوا يا أبي شوفوا قرار جديد هي. قرار بإنشاء شركة مقاصة شو؟ قرار بإنشاء شركة مقاصة تعالوا يا ربع تعالوا مقصة وش هي؟ مو مقصة يا لافي هذه شركة جديدة اسمها شركة المقاصة يعني إذا أنت تبي من 1,000 دينار المقاصة تعطيك 1,000 والحكومة تزيد ب5,000 هذا زين هذا وقت زين يا لافي جعل الله يطول عمر الحكومة قولوا آمين آمين يا جماعة أنتوا فهمتوا غلط المقاصة يعني شركة بتحصر جميع أموالكم اللي لكم واللي عليكم وبعدين بتعطيكم اللي لكم وتاخذ اللي عليكم حنا هم موافقين لكن المقصة دي وين؟ بالأسبوع الجاي بيعلنون من له ومن عليه يراجع شركة المقاصة واللي له هم يروح يسجل واللي عليه هم يروح يسجل أنا له أجل راحوا المقاصة راحوا راحوا المقاصة عطنا دقايق تفضل شكرا يا الأخو تعالي معي هي ولا فلوس روح المقصة روح المقصة حيا الله اخواننا ابناء الخليج يا هلا يا هلا فيك يا سعادة الوزير اهلا وسهلا حياكم الله في بلدكم الثاني شكرا يا سعادة الوزير الحقيقة يا سعادة الوزير احنا ثقتنا كبيرة باخواننا الكويتيين نعم لكن الأزمة هذه أثرت علينا وعليكم لا لا شك أثرت وايد يا سعادة الوزير نعم صدق عندنا واحد من اعضاء مجلس الاداره ينقل ابو راشد نعم اول ما سمع بالازمه وقف قلبه وعطاك عمره الله يلا البركه فيكم ان شاء الله شكرا يا سعاده الوزير الحقيقه يا سعاده الوزير نعم التسهيلات اللي قدمناها للاخوان في الكويت كبيره نعم لكن للاسف مده شيكات كثيره حلت ورجعت الشيكات من غير رصيد واحنا مثل ما تعرف بالداخليه 4 شركات بشركه واحده فعلا والاربع شركات كلها مساهمه فالآن احنا في وضع جدا حرج اولا ثقة حكومتنا فينا ثانيا ثقة المساهمين يا سعادة الوزير فافتكر الشيء هذا مهم لنا بالدرجة الاولى ومهم لكم يا سعادة الوزير لا ان شاء الله يصير خير ان شاء الله ان شاء الله هو في الواقع ان الاخوان نتعامل معهم من سنين طويلة وقت برا حصل منهم اي شيء يسيء لنا ابدا ابدا واهل الخليج ابو عبود معروفين بالشيء طبعا واحنا ما نعتبر غرب عنكم واللي يسيء لكم يسيء لنا يا سعادة الوزير ادري على العموم اخوان
ابشروا بالخير، انا راح اجتمع باصحاب الشان واحاول قدر المستطاع ان انا اضمن لكم حقوقكم ان شاء الله. وان شاء الله ازمه وتمر ما تتكرر ان شاء الله. وطمن الاخوان خير. شكرا سعاده الوزير. شكرا. 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 شكرا 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 سعاده الوزير. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. ان شاء الله الصحابه تصيف. لا لا. يا هلا 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 يا حيوان يا هلا يحييك يا حيا ابو عدنان. الله يحييك سعاده الوزير. يا هلا وغلا. هذه الساعه المباركه صار لنا ساعه. ايه ساعه واحنا نفكر في المجمع العود هذا. نعم يا اخوي غيب قاعد يضيع. طلعنا فوق طن قال تحت الوزير طن وننزل وطن وفوق طن وتياماً وتياساً وتياماً ثلاث مرات داشين بالغلط على وزير الأوقاف. أيوة ضيع أخوي دواعيس كلها دواعيس. أي وايد هذا حق اللبيدة زين. صلاح حق اللبيدة هاي سالفة كعتيجة يا أبو صلاح قبل. قالوا لك يا أبو عدنان قالوا لك ويفي قالوا لي قالوا لي البيت هذا الوزير اتصل. إيه نعم أنا على بالي وزير الكهرباء. إيه رحت عند وزير الكهرباء ولا لا مو هو. لأنه يبي منا فلوس الفواتير وايد. قلت يمكن يطيحهم. ما رضى ما رضى. عاد يوم قالوا إنه وزير التجارة قلت نعم 60 نعم أبو محمد. كان أمر على أبو صلاح ولا قاعد يحلق الظهر عنده عزيمة الملعون مو معلمني. قط الماكينة مالته وحلق صفحة وخلى صفحة. قلت له قوم ما ردينا. لاحق لاحق لاحق. شو تدور شو تدور شو تدور؟ هذا منو هذا؟ ها؟ هذا منو؟ ابو محمد الوزير. هذا ابو محمد. اي مساك الله بالخير. يا صاحبي منو اللي سلم علي؟ اي عرفت الحين عرفته من ضحكته. اي عرفت. اي ضحكته فيها تحدي. هذا هو هذا. يا ابو محمد الله يحييكم. يا هذه والله الساعه المباركه. ها؟ اقول هاي الساعه المباركه. اي معلوم معلوم. انا اتصلت فيكم يوم السبت. ها؟ يوم السبت. ايه اقول لك اتصلت فيكم يوم السبت اللي طاف. إيه؟ الساعه 7 مساء. اتصلت فينا يوم السبت الساعه 7 المساء. ايه نعم. لا الساعه 7 نايمين طال عمرك. الساعه إيه؟ 7 نايمين. إيه قبل الدقيقه. اتصلت يوم الاحد. يوم الاحد. إيه؟ يوم الاحد الهنود بالكنيسه واحنا نطبخ عنهم. ابو صلاح سمعت يا ابو صلاح؟ هذا ابو عدنان وهي سوالفه. ما يقول يطبخ عن اي ها؟ اي وين في؟ ما ادري. اي ايش عليه؟ ها؟ ما ادري. انت تقول؟ ما قلت هاي. ما اسمع. هو اللي قال. وين في؟ ما ادري. لا الله هداك ابو عدنان. انت حتى بلشت. حتى تبلش. الله اكبر. الله اكبر. بلشتني الحين ما سويت شيء. هو اللي قال. هذا انت هذا سوالف. احنا ايش حقنا ايش اسوي لك؟ هو اللي قال ما قلت انا. بلش بلش تضحك. بلش انت قاعد تضحك. الله هداك بس يا ابو عدنان هذه اخرتها. شو السالفه؟ شنو؟ شو السالفه؟ ايش عنه؟ ما ادري شو تحكون عنه؟ ها؟ اقول شو تحكون عنه؟ معلوم؟ قاعد تتفاهمون ها؟ ها؟ واضح. اي طبيعي. ايش صاير؟ وذي؟ ما ادري. اي بعدين انت طبعا ها؟ اقول ها؟ الحقيقة أنا شو تطلع عليا أبو صلاح؟ شو تدور؟ إيه سلامتك سلامتك سلامتك. ها؟ إيه الكبر شين ها؟ طبيعي. شلون هذا؟ ها؟ إيش قلت أنت؟
حلامك انت صايب ما تعرف حق الوزراء انت ما تعرف شلون الوزير يا يسولف كله سو روحك تعرف طبيعي وطبعا واذا طول اضحك يعني انك انت عايش وياه وانت طالعني انا شو اسوي وسوي مثل اللي صرت بروحك لا لا تولمت مع وزير روحك سوي مثل ما انا اسوي يا حي الله ابو محمد احنا انت ابو طبعا ايش عمل؟ مصلحة البلد طبعا وبعدين ابو صلاح واجب يا واجب لا مو عنك بعدين ابو صلاح انا ايه طبيعي وطبعا عدل عدل وهذا عدل ابو صلاح عدل بس انت كودتهم كلهم يمين وزعهم كودهم شو يبقى لك حق باكر حاضر ايش تسولفون عنك ها ايش تسولفون عنك استامر انت ابو محمد والله انا الحقيقه ها طرشت عليكم اي ها اقول طرشت عليكم نعم ها بما انكم انتم من رجال الكويت اللي لهم باع طويل في مجال السياسة والاقتصاد نعم قلت أنا الحقيقة من الواجب علي هني أن أنا أحطكم بالصورة روح الله بعد جان ومحمد يقول أحطكم بالصورة الصورة وين المصور يقول حطها بالصورة بيحطها بالصورة هاي صورة هو بحفظه بصورة ترى كبرت انت يا ابو صلاح وهذا بعد هو اللي قال ما قلت انا شبه هنا يقول بحفظه بصورة ومن زيننا بيصور ويانا انا كاشخ هو بعد يقول مداميتوا وعطوني على اربع صور عشان اعطيكم الياسر لا ما فينا شدة ما فينا شدة انا في الياسر لا ما فينا شدة اي لازم يكون نعم اقول لابد ان يكون عندكم فكره ايه عن الازمه اللي صارت ازمه عن الهزه هزه ايه وين عندنا ني ايه بعدناني الهزه ها الهزه اللي صارت في اليمن هذه هي هذه ابو محمد هذه هزه في اليمن ايه الزلزال ايه الزلزال الله كافينا الشر الله كافينا الشر ايه دزنا لهم كنابل وخيام اي ما قصر ابو عدنان دزلهم اي حاضرين الله يكون في عونهم دزلهم كنابل وخيام اي ابو صلاح ايش دز انا دزيت لهم سري سري ماكو كهرباء واجب هذا جزاكم الله خير بس مو هذا موضوعنا خير عيا شنو موضوعنا عن الازمه ازمه وين في معك غير الهزه انا ملاحظ يا ابو صلاح ان الهزات الارضيه ما تصير الا بالاشتى حق الكنابل الله يكافينا الشر يا ابو عدنان انت ملاحظ بس الله يكافينا الشر الله يكافينا الشر ولا يبلانا الحمد لله بس انا اقول لك مو هذا موضوعنا يا ابو عدنان يا ابو صلاح موضوعنا عن الازمه اللي صارت ازمه اي ازمه شنو انا ازمه حارس البنايه اللي عندك حارس البنايه اللي عندي انا ايه مو اسمه ازمه ايش اسمه اسمه قسمه اي قسمه اي قسمه اي قسمه اي مو باسكتاني من باسكتان باكستان اي باسكتاني هو هذا اساميهم باسكتان قسمه شوكت عثمت ها وشنو عفت وحشمت تلقى اسمه حشمت ومفصخ
حش السالفه حش اللي جايب حشمه انت بمزمه تبيه عطيه عطيه خلي ياخذه عندي ولد اخو شوكت عنده شوكت وطلعت وحكمتي كلهم منهم هذيله شو السالفه ولدي ها شعنا عاد يا جماعه طبعا بعدان نعم ما اصدق شنو بتصدق يعني انت قاعد تغيشم ولا قاعد تسوي روحك لا معقوله ما عندك خلفيه على الموضوع عندي خلفيه انا ايه حيل ابو محمد الله يهداك انا من كل العالم عندهم خلفيه خلى كل العالم قضى بخل الله شو تقول موضوع هذا يا ابو محمد صعب كل واحد له دواية وخلفية في واللي يتعمق في الموضوع اكثر تلقى خلفيته راهية مو عدل موضوعي واللي لا والله ماخذ الموضوع كذي ها سطحي تلقى خلفيته ها لك عليه يعني زين مو كل مدلقه ميوز لا مو راكب مولية ما يمشي معاه ما يمشي خلفيه الموضوع وين ما يرهم يا زين ما عليه ها انت الحين اي انت الحين شنو خلفيتك منو انا اي اسال عن خلفيتك تجد ليش خلفياتنا احنا كلنا ليش لان احنا كلنا عايشين المشكله عايشين المشكله وعارفين الموضوع ها وبعدين انت ابو محمد خليت كل خلفيات العالم ما تغرس الا خلفيتي انا الحين تجينا الحين الله يهدى يا ابو عدنان انا قلت لك قبل شويه نعم انا اجتمعت في عده نعم انا اقول لك اجتمعت في مجموعه من الاخوان اي علشان نفس المشكله ونفس الازمه اللي صارت اي فجمعنا عده اراء جمعتوا اراء؟ اي نعم ليش ما جمعتوا طوابع؟ طوابع زينة على العموم أنا الحين ما صدقت على الله ألقاكم وهذا بالنسبة لي يعني لحظة سعيدة شو مسوي هذا؟ ليكون بيتصل بالمخفر ألو أبو عبد الله لا تخلي احد يدخل علينا بس هذا بيتوحد فينا اي ما يخالف اي هذا مال الاذاعه بس مال الاذاعه اذا اي خلاص هذا واحد داش ايه نعم طال عمرك طال عمرك طال عمرك انت هذه تسلم يا ابو عدنان تسلم فاعتقد ازمه سوق المناخ نعم اللي صارت ايه لابد ان يكون لك راي فيها وراي سديد وصريح في نفس الوقت انت عندك انت تذكرت السالفه ولا ناسيها معلوم هي
هذا وذي قايل راح توكل تحج الدم. الله اكبر عليك ابو صلاح. سوها بعد سوها بعد انا ما قلت شيء. الحين هو اللي يقول. هو اللي يقول تبلشني انا. الله اكبر. الله اكبر عليك انت يا ابو محمد. والله الله هداك بس. شو السالفه؟ ما ادري. السالفه؟ انت شو تسالون عنه؟ ها؟ شلون؟ اقول شو تسالون عنه؟ والله مو. حنا ابو محمد. لا انت ايش تبي فينا؟ ايش تبي فينا؟ اي تعال ايش تبي فينا؟ داز علينا اخاف قاصرك شيء ابو محمد مستحيل. ها انا لا قصرنا شيء يا ابو عدنان. اي من اللي غيركم انت وذخر. حاضر يا ابو محمد بس كمل خيمه يا حضر. زاد وكم واحد كم خيمه تعلم انت على الخيمه. اي لا بس طال عمرك ابي رايك انا عن أزمة سوق المناخ. ايه. عن أزمة الأسهم. عرفت أنت بخاطرك شيء ولا تبي تقول. يا حقيقة. أشوفك تصدد 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 على الموضوع. شيطان عرفك عرفك أنا. تكنت والله سعدت الوزير. نعم. الأزمة هذه. أبيك أول شيء. نعم. مثل ما عهدت فيك. إيه إيه؟ تقول رأيك بصراحة. طبعاً نكلمك بصراحة خايفين منك. بصراحة. أعرف إنك أنت خايف مني. لو أعرف إنك تخاف مني ما طرشت عليك أصلاً. ها عبد. نعم. أنت الحين تبين نحاكيك كوزير ولا كأبو محمد صاحبنا ولدنا. والله يا أبو عدنان الأزمة أزمتنا والمشكلة مشكلتنا وإحنا ببيت واحد. ما في شك. ولازم نحلها بيناتنا بدون ما أحد يدخل. ما في شك. أنا ولدكم ولا تشوفونا. لا لا باس لا انا اقول مدام احنا جايين في مكتبه الحاجي رسمي الحاجي رسمي خليك وزير واحنا ايش اسمه ابناء الشعب مواطنين بس مواطنين صالحين صالحين ايه صالحين صالحين ما افتكر لا والله صالح لا والله صالح هو ابو علي والنعم امشي معاك انا لا لا والنعم اقول انا سبب الازمه ها انتوا يا الحكومه شلون ها انا فاهمك الحين بيك هذا نعم انتوا يا الحكومة في البداية الشركات الاكتتاب العامة هاي الشركات العامة نعم اللي الكل كان يحط فيها نعم اللي عنده فلوس يحط واللي ما عنده يتسلف واللي كلش يرهن يدته خالته المهم هالشركات الكل كان مستفيد فيها هو عدل بصراحة عدل عدل كان يحطون صور بجراسيهم ميلاديات والكل مستفيد نعم ها انتوا الله يهداكم مشياكم انتوا يا الحكومة قمتوا وسديتوا هالباب وبسددكم هالباب يا ابو محمد نعم. فتحتوا بيبان حق الحرميه يا عم يأسسون شركات في لوكسمبورغ وفي قبرص وفي اخر الخليج ما ادري وين وكل شوي شركه طلعت لنا قصيع الخليج ولخمه الخليج وما ادري شنو ما خلوا من الخليج زبوا حتى الزبابيط سواهم شركات نعم. انا اقول انتوا السبب يا الحكومه بعدين حسيتوا بغلطتكم كذبت طارت لطور مرزاقها قمتوا ايش سويتوا؟ جيتوا تطببونها عموها طلعوا لنا طلعه في المقفلات كل شوي مقفله كل اثنين ثلاثه مقفله كل خمسه سته مقفله ومقفله ورا مقفله ومقفله ورا مقفله الا ان غرقتوا السوق بهالمقفلات وما حد اكلها الا الفقرة المساكين هل عندهم على 5-6000 دينار وبيستغني بيوم وليله قطهم وقعد جابلهم سبب الازمه انتوا يا الحكومه والسلام ختم نعم هذا رأيك؟ نعم هذا رأيك ها؟ نعم يعني ما تحب تضيف شيء؟ لا والله ما عندي شيء أضيفه ودي أطارحك بس ما فيني شدة أنا خابرك نشيط بعد ناس يا بول طاح زين نسمع رأي أبو صلاح من وانا اي عاد النواحي القانونية اي النواحي القانونية لها عندي أنا عندي ايه. عليها مادتين عندي انا لا ياخذ لا ما ياخذ انا اقول يا ابو محمد يوم ان روح ابو صلاح روح افتلت بالماده الاولى ها انا اقول يا ابو محمد يوم ان بتاع دكان قفليه 20 مليون دينار نعم. انت وينكم عنه ها ابو صلاح لا تسالني ما سألك. لا تسالني اسرد انا ابي استفيد من رايك مثل ابو عدنان يعني نعم. خله على كتر هذا الحين شركات البحاصه اللي طلعت هذه
مو محاصه، مو محاصه، الله يطول عمرك 50 مره مصلح لك. شنو محاصي؟ محاصي محاصي بحاصه. عدل عدل عدل، شركات المحاصه 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 عم تولاك والله. هداك ابو عدنان الله يهداك. شركات المحاصه هذه اللي طلعت انت وينكم عنها؟ ما وقفتوا هالمهازل هذه؟ الناس مالهم لا ظاهر يا ابو محمد، والكل يحب الفلوس. نعم عدل. اي لا مو عيب، مو عيب، لا كلنا نحب الفلوس، كلنا نحب الفلوس، كلنا. اكو احد ما يحب الفلوس؟ ما ادري والله. كل يحب الفلوس، نتيهم دعوات يروحون وزارة العدل يوثقون. أي. ثاني يوم تطلع هذه الشركة بالسوق تتداول أسهمها عدل. واضح. يطلع قرار من عندكم أنتوا يا وزارة التجارة إن الشركة هذه مو مسموح تداولها. ما يصير عقب ما الناس تحط ما وراها دونها وتحط فلوسها يطلع من عندكم أنتوا إن هذه الشركة مو مرخصة. وينكم قبل ما سويتوا هالشيء هذا؟ بس زين، ايش رايك يا ابو صلاح اذا قلت لك ايه؟ ان الشركات اللي تتكلم عنها هذه ايه؟ ما نسمع عنها الا بعد مرور وقت، تصدق ولا ما تصدق؟ خدعه، هذا كلام ما اخذ خير طال عمرك، مو بحكي هذا. ناس تروح توثق في وزاره العدل يا سعاده الوزير ايه؟ وتدفع فلوس وتودي شهود وانت اخر من يعلم. هذا حكي، انا ادري. يعني انا بسالك سؤال يا سعاده الوزير، لا تزعل. نعم. لا يصرف خاطرك. نعم. يعني وزاره التجاره في الكويت وزارة العدل في تل أبيب هاي وزارة حكومية وهاي وزارة حكومية. الأصول منكم أنتوا يا الوزراء أنه تتفقون بيناتكم، إذا أكل أي غلط تصلحونا من بين وزارة وزارة. الناس لهم الظاهر وعدل يا جماعة، الناس لهم الظاهر. أنا حاولت عدة مرات أني أوقف هالشيء هذا. حاولت؟ نعم. وين في؟ في أوقات سابقة. أي زيت. لكن أنا بروحي. ها؟ أنا بروحي. نعم. ما اقدر اسوي شيء. انت بروحك؟ إيه؟ عندنا احنا موجودين عندك، احنا الشباب عندك موجودين موجودين. شيء في مصلحة الوطن على طول عن وجهك. انتوا ما تقصرون، انتوا انتوا البركة. إيه؟ انا قصدي اللي بالسوق، ايضا اللي بالسوق لازم يتعاونون معاي يا ابو عدنان. ما في شيء. سيداتي وسادتي، نحييكم من وزارة التجارة وننقل لكم هذه الصورة الصوتية. من هذا اللي دش علينا؟ هذا المذيع. الاذاعة. الاذاعة. مذيع؟ ايه هذا مذيع. ايه نعم. كنا مطرب مو مذيع. لا 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 طلع عمرك مذيع. مذيع ايه مو اللي يقلب هذا يسمونه مذيع ولا مطرب؟ سماعه هذه بداية. ايه ادري اللي بيده سماعه، مو مطرب العادي. لا لا مذيع. مذيع والمذيع شو يقلب؟ محقان؟ ما ادري. مثله ايه مثله. ايه كلهم مثل مثل. ايه كلهم مثل. طقه ايه طقه واحده. ايه سعاده الوزير. نعم. برنامج بنحرك بلش معاك. نعم. الحقيقة هناك سؤال حيوي جدا يدور في أذهان شريحة كبيرة من أبناء البلد حول أزمة سوق المناخ. يا ترى ما هو تحليلك لما حصل؟ والله تحليلي لما حصل أن الناس عجولين دائما باتخاذ قراراتهم. الحقيقة الناس ما يلغون لأن لهم الظاهر. المفروض أن احنا نتعاون لإيجاد حل جذري بحيث أن احنا نضمن حقوقنا وحقوق الآخرين، وماكو داعي حق هالكلام وهالإشاعات المقرضة اللي ما تخدم البلد. إيه طيب سعادة الوزير. نعم. ما رأيك بما جرى لبعض الناس من حجز على أملاكهم؟ القانون صريح، أي واحد يمتنع عن الدفع يعاقب بموجب القانون. إنما أنا أرى الحقيقة إن إحنا ماكو داعي نتسرع وندش بمتاهات ما لها أول ولا تالي. أنا أشتكي عليك وأنت تشتكي على فلان وفلان يشتكي على علان، والنتائج راح تكون وخيمة. عرفت كيف؟ والله العظيم يا سعادة الوزير، ناس حلالها رايح فيهم بقة. لازم يشكون الحال، لازم يروح يشتكي بالمخبر، لازم يتحكى. ما يصير ما يلمه. يصير الآن تكونت شركة باسم شركة المقاصة. اي ولله الحمد هذه الشركة راح ترتب حقوق الناس وراح تجمع جميع المبالغ وتعطينا تقرير وافي بالمبلغ الإجمالي. اي اقبض. وأنا أرى الحقيقة أنها بادرة طيبة من الإخوان لا شك، وأنا على اتصال مباشر بفعاليات السوق، وسبق وان كونت لجنه من فعاليات السوق وطلبت منهم تقييم الوضع. شيء يضحك يا ابو عدنان. شو اللي يضحك يا ابو صلاح؟ انا اقول لك يا ابو محمد، يقول شو اللي يضحك؟ هاللجنه اللي انت كونتها واللي تعتقد انها من فعاليات السوق، نعم، هذول هم سبب ازمه السوق. نعم نعم. الواحد منهم يملك 4 شركات وخمس شركات، بالتالي بيقدمون لك اقتراحات تكون لصالح شركات. هذا شيء معروف. والله انا اعرف واحد منهم عنده 6 شركات. اخذ اسمع، وهذه الناس اللي موجودين بالسوق ولا انتم تعرفونهم؟ والله منين تبرون لكم فعاليات؟ انا هاي لكم فعاليات من بلاد الشباب عندنا. والله يا ابن حمق علينا، يا ابن حمق الله بدك تنحصل على ما تعلكم شركات. هذا داز علينا عشان تاخذ راينا ولا تخانقنا. انا ما خلص خبر صار عليكم لكم. شوف شوف يا ابو عبد الله، حبيت كلام فراح. يا ابو عبد الله تسع تسع بيجي بس لباقي تسع تسع على النفره.
رجها علي دقيقة. الله يهداك بس شنو الحبة اللي عطيتني اياها؟ هذه مالت النفضة وعلامي للحين ازفي من وراها. لا حبيبي سريح 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 ابو عدنان سريح الله يهديك. الله يهداك محمد انت قاعد تعصب علينا. انا ما عصبت عليكم، انتم تقولون كل واحد عنده شركات، هذا يا جماعتنا يعني يجي ناس من برا يا ابو عدنان. لا تحمق لا تحمق يا ابو محمد. مبطط كبدي استنزل هني علينا. سلامة كبدك سلامة كبدك. يعني تنبطط كبدك لازم تبط جبودنا وياك. الله يهداك. احنا بقت فينا كبد. الله يهداك. نشكر سعادة الوزير على هذه المقابلة بل الهادئة جداً. يلا أخذ الكذاب هذا بعد. منهم؟ صيحة يعني يقول مقابلة هادئة. ريال استنزل. ونرجو أن يكون لهذه المقابلة أثر فعال في نفوس المتعاملين بالسوق. أبو محمد ما هي أكلتك المفضلة؟ ذمتك يا أبو صلاح هذا سؤال يهم الناس. هذا سؤال يهم الناس والله. ما هي أكلتك؟ ما أعتقد. هاي القهر. ما أعتقد. الحقيقة احب المحمر وفوق اقلاص ماي بارد. طيب سعاده الوزير. نعم. ما هي هوايتك؟ احب المصارعه الحره. وافضل الضربه القاضيه. سعادة الوزير. نعم. آخر سؤال في لقائي معاك، والسؤال هذا مهم جدا وأرجوك جاوبني عليه بمنتهى الصراحة. نعم. السؤال يقول ما هي حكمتك؟ لا طار شيك قول سبيل. حد يطلع الصلب الموضوع اللي هو أزمة المناخ. تفضل أبو خالد. وراك دايسن على بشتي. سعادة الرئيس، أنا أقول المتلاعبين بالسوق هذول وحوش مفترسة، وأقول إن الواجب على المجلس إنه ينفذ عليهم أشد العقوبات. وشكرا. هذا اللي قاعد أقوله يا أبو خالد. دور رجال الدور. تفضل. أنا أطالب الحكومة أن تقوم بسد هؤلاء بسوق المناخ وتولاهم بالخيازرين الملاح. يستاهلون. نعم. أنا أحمل المسؤولية وزارة التجارة، وأقول إن وزارة التجارة ما تدخلت بصورة فورية. لو ان وزاره التجاره مدخلتنا بصوره فوريه كان ما صار اللي صار. انا اقول المسؤوليه بالدرجه الاولى تقع على عاتق وزير التجاره. وشكرا. سعاده الرئيس. تفضل. انا اطالب بحجز اموال المتلاعبين بالسوق وحبسهم لما يردون الفلوس اللي هربوها. هدوء رجاء. انا أعرف واحد من المتلاعبين بالسوق سحب باسم امرته 5 ملايين دينار نقدي. يوم قالوا له ليه يا فلان تسحب المبلغ من البنك ذا نقدي 5 ملايين؟ قال علشان المدام تشتري دام. تفضل. اخواني الاعضاء، الامور كل مالها وتتعقد زود. رجاء فكروا زين قبل لا تتخذون اي قرار. انا حمل المسؤوليه ايضا وزاره التجاره، واقول ان وزاره التجاره يا جماعه الخير هذه مي اول مره ما تقوم بواجبها. عجل العام يفتحون مستوصف بمنطقتنا وظل المستوصف 6 أشهر ما في حارس. وين وزير التجارة عن هالأمور؟ وزير التجارة. 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 وزير
هدوء. لا تطلع الصلب الموضوع يا ابو خالد، هذا من اختصاص وزير الصحه. انا وزير الصحه محاربه ما حاتيه. سعاده الرئيس خل وزير التجاره يحاتي وزير الصحه. لا لا ابو خالد، لا 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 لا. احنا تكلمنا وايد عن المتلاعبين بالسوق ونسينا الاهم من هذا كله وهي الشركات المقفله. ارجو من وزير التجاره انه يعطينا تقرير شامل عن ميزانيات الشركات المقفله وشكرا. نعم 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 نعم. تفضل. ردا على العضو المحترم، احب اوضح لمجلسكم الموقر ان الشركات المقفله اعضاء مجالسها كانوا يغامرون بالسوق. فعندما يشتري احدهم اسهما لنفسه كان يبيعها لصالحه عند ارتفاع الاسعار، وعند نزول السعر كان يحول هذه الاسهم الى الشركه التي يعمل بها. وهذا ما جعل كثير من الشركات المقفله لا تملك الا بعض الاسهم الرخيصه. عدل عدل عدل. تعقيبا على كلام العضو المحترم بالنسبه للمقفلات، انا اعرف بعض الشركات المقفله وضعها المالي سيء جدا للغايه. صحيح. ما تملك غير مكتب وتلفون وفراش. ارجو من الحكومه الموقره والمجلس الموقر قطع حراره التلفون مع شنق الفراش ومحاسبة وزير التجارة. فكروا بروية، المسألة ما هي مسألة هجوم وجرح مشاعر الآخرين، المسألة أكبر من كذي. الأزمة الآن أمامكم وعلينا أن نفكر شلون نطلع منها. أزمة من النوع المسؤولية فيها تقع علينا جميعا. فرجاء فكروا زين في مصلحة البلد وسمعتنا في الخارج ومصلحة صغار المستثمرين بصفة خاصة. تفضل. الأزمة ما أشوف لها حل، وحلها الوحيد بين المتعاملين أنفسهم. لو يعملون تسويات ودية بيناتهم إن كان انحلت. كان حلت. هدوء. أنا أرى أن الحكومة لازم تتخذ قرار يشمل الجميع. القرار لازم يشمل الصغير والكبير ولا فيه تفرقة. ولا لزمه راح تظل مثل ما هي، هذا سيفوه وهذه خلاتينه. احنا بالدرجه الاولى نحافظ على مصلحه صغار المستثمرين. احنا دائما نحمل الحكومه عبء كبير من مشاكلنا. ارجو ان يكون هناك تعاون بيننا وبين الحكومه للخروج من هذه الازمه باقل ضرر ممكن. انا اقول المتلاعبين بالسوق هم الوحيدين اللي يتحملون المسؤوليه كلها، لكن هذول بحاله عجز تام. لو حملناهم المسؤوليه راح يعلنون افلاسهم، وبالتالي راح يسحبون وراهم كثير من الناس الابرياء. هذا جزاهم اقل من جزاهم. يا جماعه الخير، سعاده الرئيس، تفضل. انا اعرف واحد من المتلاعبين بالسوق سكر هذه الليله وشرى شقه بمليون جنيه حق راعية البار اللي سكر فيه. وانت ايش دراك عن هالموضوع يا ابو خالد؟ انا كنت جالس بنفس البار اللي هو فيه. سعادة الرئيس، تفضل. ارجو ان البعض من الزملاء لا ياخذ فكره سيئه عني. كلكم تعرفون ان البارات ما لي. انا لو لي البارات كان ما صوت مع اللي صوتوا على منع الخمر عن السفارات. ايه، لكن انا حرصا على وطني وحرصا على ابناء وطني اتنقل من بار الى محل قمار الى مرقص الى حدايق الاماكن العامه هذه كي اراقب ابناء وطني وارشدهم الى الصواب. سعاده الرئيس، تفضل. انا اشوف البنوك ايضا ساهمت بايجاد هذه الازمه. لو ان البنوك المحليه كانت تعطي تسهيلات ماليه لعدد كبير من الناس لما اضطر البعض ان يتعامل بالسوق بنسب عاليه جدا. هذا كلامك. والصحافه ايضا، الصحافه شاركت في ايجاد هذه الازمه. كنا نشوف اكثر الصحف تطبل لسوق المناخ والناس ما يدرون لهم الله. الصحافه هذه مربط الفرس. انا اعرف جريده من الجرايد مره كتبت ووصلت اسهم الخليجيات لمسمع، مره كتبوا قالوا المصنع الفلاني اشتغل وهو خرطي كذب ما في مصنع. اي مصنع. ومره قالوا الشركه الفلانيه راح تعطي منح
وهي لا عطت منح ولا قالها الله. أنا أضع اللوم على وزير التجارة. ليه ما سحب ترخيص الجريدة مثل ما سحبوا ترخيص الجرايد؟ أنا أشوف الأزمة ما لها حل وكل مالها تتعقد يا جماعة. يبا شرباكة ما لها راس ولا كرياس. خلها اجلسوا يا الربع. كل ما يخ انا شالك سعاده الرئيس. اخواني يا لعبة ارجو انكم تفكرون بهدوء ولا تعصبون. الموضوع ذا حساس ما هو موضوع صغير. هذه ازمة وحنا يا اهل الكويت ما تهمنا لزمات. نعم. حنا يا اهل الكويت لا لزمات هذه واكبر من هاللزمات. نعم. ما تهزنا هذه. السالفة طالت وهي قصيرة يا جماعة الخير. الناس مرة طال الله ثم طالعكم تنتظر النتيجة. يا جماعة أرجو اتخاذ القرار المناسب لصالح الوطن ولصالح المواطنين. صح وزارك. أنا أقترح أن تقوم الحكومة بتشكيل هيئة من القضاة وتحويل الأزمة لها. أي هيئة تحكيم. هيئة تحكيم. سوق البناها طايح الحظ فيك شاه رزطوله وعرف يحكي ليه مشى يجبخ يجبخ ويجبخ جباخ راح للفخ تنقز لين طق المد ودا ناسين الوزارة واحنا نعرف كلنا ان التجارة التجارة مرة ربح ومكسب ومرة خسارة الا خسارة واللي ربى يا ربع رايد كمارة والرطة بسوق المناة 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 والرطة بسوق المناة